بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بكل مشاهدينا في قناة الحياة، حلقة جديدة مع كورة كل يوم. والنهاردة يعني يوم حلو لمنتخبنا الوطني ويوم حلو للمصريين، فوزنا على منتخب الأردن 3-1 وصعود منتخب مصر للدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب. طبعا البطولة بدأت تخش في مراحلها القوية والحاسمة. النهاردة منتخب مصر بيفوز على الأردن 3-1 بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي، يعني كانت نتيجة المباراة 1-1 ولعبنا اكسترا تايم، طبعا 90 دقيقة خلصوا 1-1، لعبنا اكسترا تايم الوقت الإضافي، قدرنا نحرز هدفين في الوقت الإضافي ويفوز منتخب مصر على الأردن 3-1 بعد مباراة ما كانتش سهلة، وهقول لكم أسباب فوز منتخب مصر النهاردة على الأردن وصعود منتخب مصر للدور قبل النهائي لمواجهة تونس. تونس كسبت امبارح سلطنة منتخب القطر، يعني الشوط الأول 4-0 كده، وكانت مباراة يعني من جانب واحد لصالح المنتخب القطري. مش عارف أسباب انهيار مستوى المنتخب الإماراتي في الفترة الحالية. مصر كسبت الأردن، هتواجه تونس في الدور قبل النهائي. تونس كسبت سلطنة عمان 2-1، قطر فازت على الإمارات 5-0، وهتنتظر قطر نتيجة مباراة الجزائر والمغرب اللي هي كانت شغالة دلوقتي من شوية ولسه مستمرة في الوقت الإضافي، التعادل الإيجابي 1-1 في الوقت الأصلي من المباراة، والفرقتين دلوقتي بيلعبوا في الاكسترا تايم الوقت الاضافي. في حاله التعادل مره اخرى هنلجا الى ضربات الترجيح. مصر وتونس وقطر في انتظار الفائز من المغرب او الجزائر في الدور قبل النهائي. طيب خلينا نتكلم عن منتخبنا النهارده. منتخب مصر ادى بشكل كويس، بس احنا كسبنا الاردن النهارده لسببين. هتكلم اقول لكم الاسباب وبعدين نتكلم بالتفصيل عن المباراه. وفي الجزء الثاني من حلقتنا هيكون معانا الكابتن محمد يوسف والكابتن اشرف قاسم، ونتكلم بشكل اكتر تفصيلا ونشوف رايهم في مستوى المنتخب المصري وصعودنا الى الدور قبل النهائي. كسبنا الاردن النهارده لسببين. السبب الاول، اللياقه البدنيه بتاعت منتخب مصر افضل من اللياقه البدنيه بتاعت منتخب الاردن. منتخب مصر خلي بالكم يعني لاعبين شمال افريقيا، يعني لاعبين المنتخبات العربيه اللي هي من ضمن شمال افريقيا او لعيبة منتخب شمال أفريقيا، مصر الجزائر تونس المغرب، بيبقوا بدنيا أقوى من فرق المنتخبات الخليجية والمنتخبات اللي هي في الأسيوية، اللي هي مثلا زي المنتخب اللبناني، المنتخب الأردني، المنتخب الفلسطيني، المنتخب السوري. اللياقة البدنية لعيبة منتخبات شمال أفريقيا منهم طبعا منتخب مصر، اللعيب نفسه وتكوينه الجسماني واحترافيته والدوري القوي اللي بيلعبه سواء الدوري المصري او الدوري التونسي او الدوري المغربي او الدوري الجزائري، بيخلي اللعيب الشمال افريقي اللي هو مصر وتونس والمغرب والجزائر اللياقه البدنيه بتاعته اقوى. في الاردن وفي سوريا مفيش دوري قوي، التكوين الجسماني بالنسبه للعيب ما بيقدرش يواجه المنتخبات شمال افريقيا بقوه، ان دايما منتخبات شمال افريقيا متفوقه في الحته دي في الجانب البدني، ان اللعيبه بتحترف بره وبالدوري في شمال افريقيا بيبقى قوي عكس الدوريات العربيه الاخرى. حتى برضو اللعيب الخليجي اللياقه البدنيه ما بتبقاش عاليه جدا زي لعيبه مصر والجزائر والمغرب وتونس، فهتلاقي في تفوق مصري جزائري تونسي مغربي على المنتخبات الاخرى. المنتخب الوحيد اللي هو مستعد كويس جدا وخد خبرات وخد احتكاك هو المنتخب القطري. المنتخب القطري بقى لهم 3-4 سنين بيعدوا في منتخب قوي جدا، عشان قطر هتستضيف كاس العالم 2022، شويه تلاقي قطر بتلعب في كوبا امريكا، شويه تلاقي قطر بتلعب في تصفيات كاس العالم في قاره اوروبا. ففي منتخب القطري تم اعداده بشكل رائع بشكل قوي جدا فنيا وبدنيا ونفسيا وكل حاجه وتكتيكيا وكل حاجه. فهتلاقي المنتخب القطري في الفتره الحاليه والفتره السابقه برضو، ان قطر بطله اسيا، قطر كسبت بطوله أمم آسيا اللي كانت مقامة في الإمارات وقدرت تعمل مستوى رائع وفازت وتفوقت على كل المنتخبات الأسيوية في البطولة اللي فاتت، وحتى الآن منتخب قطر كل مرة بيتطور. المهم خلينا نتكلم في مصر والأردن. كسبنا الأردن لسببين. السبب الأول، منتخب مصر بدنيا أعلى من المنتخب الأردني. المنتخب الأردني لو اتفرجتوا كويس على الماتش آخر ربع ساعة في الشوط الثاني، المنتخب الأردني بدنيا وقع خالص، حتى في الإكسترا تايم ما كانش ليه تواجد خالص المنتخب الاردني، لعيبه المنتخب الاردني مش قادره تجاري لعيبه منتخب مصر في الشوط الثاني وفي الاكسترا تايم في الوقت الاضافي. السبب الثاني، اللي احنا عندنا على الدكه اوراق مميزه جدا. يعني عندنا على الدكه محمد شريف، عندنا على الدكه قفش، عندنا على الدكه احمد رفعت، عندنا حتى مروان داوود اللاعب الجديد في المنتخب اللي نزل احرز هدف النهارده.
فعندنا اوراق استخدمها كويس مستر كيروش قدر يستفيد بيها، ومنهم اتنين لعيبه نزلوا جابوا جونين، احمد رفعت ومروان داوود. مروان داوود. طيب المنتخب الاردني ما عندوش دكه قويه، يعني ما عندوش دكه قويه، فمنتخب مصر تفوق تماما في الربع ساعه الاخيره من الوقت الاصلي وفي الاكسترا تايم اللي هو الوقت الاضافي النص ساعه على شوطين. فدول سببين انا شايفهم يعني رئيسيين لفوز المنتخب الوطني على المنتخب الاردني. والنهارده المباراه احنا الشوط الاول من المباراه كنا يعني اوحش شوط اشوفه المنتخب مصر في البطوله. المنتخب الاردني الشوط الاول تسيد المباراه تماما، احرز هدف كويس او هدف حلو يعني، وهقول لكم اسباب الهدف ده، وكان هيجيب جون زيه بالظبط يعني في مرمى محمد الشناوي، لكن الحمد لله الكره خبطت في العارضه والقائم. والمنتخب الاردني في اول بالظبط 35 دقيقه من عمر المباراه تفوق تماما على منتخب مصر في كل ارجاء الملعب. لازم نقول حق ربنا، يعني بنقول اللي احنا شفناه النهارده في الملعب. لكن في اخر 7-8 دقائق منتخب مصر بدا يستعيد توازنه وبدا يضغط على المنتخب الاردني، لكن كان في خطوره كبيره جدا للمنتخب الاردني في ال 35 او 37 دقيقه الاولى في الشوط الاول، وتفوق على منتخب مصر. وكان في لخبطه في اداء المنتخب المصري، اولا ما كناش بنضغط كويس، كان في ميس باص كتير جدا لمنتخب مصر في الشوط الاول، كرة بتتقطع مننا مش عارفين نستحوذ. منتخب مصر متراجع عند منطقه ال 18 اللي عندنا في نص ملعبنا، بنلعب زون ديفنس ومفيش ضغط، فخلى المنتخب الاردني بيوصل كتير لمرمى محمد الشناوي. محمد الشناوي مطلع كوره اللي هي التسديده اللي في المقص، تسديده خطيره جدا. لا الدفاع منتخب مصر النهارده الونش واحمد ياسين كانوا مدين مساحات للمهاجمين الاردنيين ما بيضغطوش عليهم. حتى لما نشوف الجول اللي دخل فينا، الراجل استلم واحمد ياسين المفروض يضغط عليه قبله من قدام، كان بيتراجع او مديله مساحه، فالراجل بسهوله راح حاططها في المرمى. فكان عندنا مشكله في الضغط في الشوط الاول، عندنا مشكله في الرقابه، عندنا مشكله في الميس باص. الميس باص اللي احنا ما بنستحوذش على الكوره، الكوره بتجينا بنضيعها بسهوله. حسين فيصل كان في ميس باص كتير جدا، مصطفى فتحي في ميس باص كتير جدا. اللي عجبني بقى النهارده في منتخب مصر، اللعيب اللي عجبني في منتخب مصر مروان حمدي. يمكن مروان حمدي تعرض لانتقاد شديد جدا الفتره اللي فاتت، لكن النهارده مروان حمدي عجبني، مش عشان جاب جول اللي هو جول التعادل، لا مش عشان كده خالص. مروان النهارده موت نفسه في الملعب، كان محطه كويسه جدا، جري كتير جدا في كل حته، بيحاول يستلم بيحاول يعدي، عمل مجهود كبير جدا، وكان محطه مميزه جدا لمنتخب مصر خصوصا في الشوط الثاني. الشوط الاول احنا زي ما قلنا الاداء ما كانش كويس، منتخب الاردني كان افضل، والحمد لله اللي احنا قدرنا نتعادل قبل نهايه الشوط الاول بالضربه الراسيه لمروان حمدي، النتيجه 1-1. طلعنا في اخر دقيقه في الشوط الاول 1-1، فده ادانا ثقه وعلى معنويات لعيبه المنتخب المصري، وقدرنا نسيطر زي ما قلنا على الشوط الثاني، وخصوصا الجزء الاخير من المباراه بعد انهيار اللياقه البدنيه او ضعف اللياقه البدنيه للمنتخب الاردني واللياقه البدنيه العاليه لمنتخب مصر، والتغييرات اللي اجراها مستر كيروش النهارده. بنزول احمد رفعت لعيب مميز جدا وبيقدر يعمل الفارق، جاب جون. مروان داوود حتى اللي نزل وما كانش بيلعب بقى في مكانه باك ليفت، الراجل حطه هاف رايت او وينج رايت، فاتلعبت له الكره العكسيه برده من احمد رفعت، عمل كره عرضيه مروان داوود لوحده خالص جاي من ناحيه اليمين حطها بدماغه، كان الهدف الثالث ليه منتخب مصر. منتخب مصر النهارده زي ما احنا توقعنا التشكيل، كان فيه بس يعني تعديل بسيط في التشكيل، وانا قلت يعني اتمنى ان محمد شريفي كان يلعب هو المهاجم، ده الكلام ده قلته قبل المباراه يوم الاربعاء، ولكن النهارده مروان عمل مجهود كويس جدا. النهارده احمد سيد زيزو برده عمل مجهود كويس جدا، مصطفى فتحي، حسين فيصل. حسين فيصل النهارده ما كانش في حالته، ما كانش كويس النهارده في المباراه. مصطفى فتحي برده يعني في فترات كان بيبقى كويس وفترات كتير كان الكرة بتتقطع منه بسهولة، فحصل بعض التغييرات لمنتخب مصر. طبعا نزول محمد شريف مكان حسين فيصل، حسين فيصل النهاردة مش زي الماتشات اللي فاتت. مهند لاشين نزل مكان حمدي فتحي للإصابة، محمد مجدي قفشة نزل مكان مصطفى فتحي، وكان برضو تغييرة كويسة إن قفشة لعبه سريع ورتمه سريع وبيحرك الملعب وبيقدر يعمل توصيل ما بين نص الملعب والمهاجمين وبيوزع اللعب بشكل كويس جدا. وبعدين التغييره بقى اللي مميزه جدا، احمد رفعت مكان مروان حمدي وبقى محمد شريف هو المهاجم. احمد رفعت بيتحرك كويس جدا 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 من ناحيه الشمال، وكمان النهارده عمل حاجه كويسه جدا في الهدف اللي احرزه، انه قطع جوه ال 18 بيكمل كمهاجم تاني،
يعني ما كانش بيعمل القصه دي قبل كده. احمد رفعت كان دايما بيلعب من على الخط ويعمل كور عرضيه وكده، لكن النهارده احمد رفعت بيكمل جوه ال18، يعني قام بدور المهاجم في الكره اللي اتعملت له بالعرض وقدر يحرز هدف الثاني لمنتخب مصر، هدف التقدم. كان حتى الكره جات له جوه السكس يارد، الراجل قطع خطف حطها في بطن رجله والهدف الثاني. وبعدين شفنا مروان داوود مكان عمر كمال عبد الواحد في الدقيقه 106 في الوقت الاضافي، ومحمد عبد المنعم لاول مره المدافع بينزل مكان احمد سيد زيزو. كان مستر كيروش بقى بعد ما منتخب مصر تقدم 2-1 عايز يقفل الملعب ويمسك كوره ويستحوذ على الملعب ويامن النواحي الدفاعيه، فزود عدد المدافعين. ولكن النهارده عمل حاجه انا ما كنتش متوقعها، ان هو يحط مروان داوود الباك ليفت هاف رايت او وينج رايت وجاب منها جون. يعني مروان داوود جاب منها جون، فكانت برضو غريبه جدا لكن اشتغلها بشكل كويس مروان. ويعني حاجه كويسه ان هو يعني ولد صغير لسه بينضم لمنتخب مصر وبيحرز الهدف الثالث لمنتخب مصر. فالنهارده في ايجابيات كتير جدا. خلي بالكم احنا كسبنا النهارده بدون احمد حجازي، بدون اكرم توفيق. الجزائر اهو بيقولوا لي، الجزائر بيقولوا لي تقدموا 2-1. دي طبعا لقطات من قبل المباراه. مستر كيروش بيسلم على اللعيبه قبل ما ينزلوا للاحماء، دي حاجه جميله جدا طبعا، بيدي معنويات. ولما بيكون المدرب قريب من اللعيبه ونفسيا كده مع اللعيبه بيطلع منهم او بيشيل عنهم الضغوط، تبقى حاجه مميزه جدا جدا جدا. دلوقتي بيقولوا لي البلايلي لاعب المنتخب الجزائري تقدم بالهدف الثاني لمنتخب الجزائر على منتخب المغرب، مباراه سخنه جدا جدا ما بين الجزائر والمغرب. فالنهارده الحمد لله مكسب حلو قوي قوي لمنتخب مصر. كنا يعني لما اتفرجت على الشوط الاول كنت جوايا عارف ان احنا هنكسب الماتش، بس كانت ماتش البدايه دايما عندنا ما بتبقاش كويسه. يعني اتمنى ان لعيبه منتخب مصر تاخد المبادره من بدايه المباراه. النهارده الشوط الاول ده اسوأ شوط اتفرج عليه لمنتخب مصر في البطوله، ومحمد الشناوي النهارده والعارضه انقذوا كورتين، والنتيجه 1-0 كانت ممكن النتيجه تبقى اكبر ونخش في مأزق او نخش في الصعوبه اللي احنا نرجع تاني المباراه. لكن الحمد لله قدرنا نتفوق في المباراه ونفوز ونصعد للدور قبل النهائي لمواجهه المنتخب التونسي اللي كسب عمان امبارح 2-1. النهارده عندنا بعض الخسائر في الفرقه. حمدي فتحي اصيب، عنده شد في العضله الخلفيه، وبعد المباراه طلع راح احد المراكز الطبيه في قطر عشان يعني يعمل اشعه على الاصابه يشوف حجم الاصابه. برضه محمد الشناوي اشتكى برضه في فخده كده او في رجله، في برضه زي شد كده خفيف بس مش عارفين في اي عضله، وبرضه يعني خلال ساعات هنعرف حجم الاصابه. بس محمد الشناوي اعتقد اصابته بسيطه، يعني يقدر ان شاء الله يتعامل معها خلال الفتره القادمه. هيرجع لنا الماتش الجاي حجازي، هيرجع لنا الماتش الجاي اكرم توفيق، ودول اتنين مهمين جدا برضه في خط دفاع منتخب مصر. لو اتكلمنا عن كل اللعيبه النهارده في المنتخب، محمد الشناوي بالنسبه لي امتياز النهارده، امتياز. الهدف اللي دخل في مرماه صعب جدا، وزي ما قلنا المدافعين ادوا مساحه لمهاجم المنتخب الاردني اللي هو النعيمات، يزين النعيمات اللاعب اللي احرز الهدف في الدقيقه 12 من بدايه المباراه. عمر كمال عبد الواحد يعني متوسط النهارده، ولا وحش ولا كويس قوي، يعني كان ادى دوره في المباراه، لكن عمر عنده افضل من كده. احمد فتوح هايل، احمد فتوح في البطوله دي هايل، جابها هجوميه رائعه لمنتخب مصر من ناحيه الشمال، بيقدر يشتغل كويس جدا سواء في العمق او على الاطراف. احمد فتوح بيشتغل يعني من اكتر اللعيبه، يعني انا معايا احصائيه من اكتر اللعيبه او اكتر لاعب في المباراه لمس الكوره، وعنده نسبه تمرير صح يعني تعدي 85% احمد فتوح. في قلب الدفاع الونش وياسين النهارده برضو مش في قمه مستواهم، الونش وياسين في كذا كوره مهاجمين المنتخب الاردني تفوقوا على الونش واحمد ياسين في بعض الكور في المباراه، وفي كوره في الشوط الثاني الراجل قطع الكوره من الونش وراح وحطها بجوار القائم في بدايه الشوط الثاني، كانت خطر جدا وكان ممكن يكون الهدف الثاني للمنتخب الاردني. فالنهارده يعني الونش واحمد ياسين نقدر نقول ايه، متوسطين، ولا وحشين ولا كويسين قوي، بس في بعض السلبيات ان شاء الله يعالجوها في المباراه القادمه. المباراه القادمه صعبه، لاعب المنتخب التونسي بقى يعني سيف الجزيري، علي معلول لو خف من الاصابه، فرجاني ساسي، لا منتخب قوي المنتخب التونسي، فهيبقى مباراه مختلفه تماما عن مباراه المنتخب الاردني، هتبقى اقوى من مباراه المنتخب الاردني. لو اتكلمنا عن حمدي فتحي وعمرو السوليه، عمرو السوليه النهارده خد ذا مان اوف ذا ماتش او افضل لاعب،
وانا شايفه ان هو بيأدي دور رائع سواء دور دفاعي او هجومي في المباراه، من احسن اللعيبه النهارده في المباراه، والنهارده اللجنه الفنيه في البطوله اختارته كاحسن لاعب. حمدي فتحي برده ادى بشكل كويس جدا لغايه ما اتعور وخرج في الدقيقه 72. احمد سيد زيزو الشوط الاول ما كانش كويس، بس الشوط الثاني اشتغل كويس جدا احمد سيد زيزو، برده الفتره اللي فاتت ما كانش بيلعب. حسين فيصل النهارده مش المستوى اللي احنا اتفرجنا على حسين فيصل في الماتشات اللي فاتت، النهارده كان اقل بكتير، وبالتالي كيروش غيره، كان اول تغييره في الدقيقه 58 مع حوالي 13 دقيقه من الشوط الثاني، ونزل مكانه محمد شريف. مصطفى فتحي برده متوسط النهارده، برده اللي انا دايما بقوله على مصطفى فتحي، مصطفى فتحي لعيب حريف جدا، بس في توقيتات او في وقت كده في الماتشات لازم مصطفى ما يضيعش الكوره بسهوله، لازم يلعب اللعب السريع اللعب السهل زي ما قفشه كده، بينزل بيلمس وبيلعب وبياخد الكوره من هنا وينقل ويزود رتم الماتش ويعمل سروهات ويشتغل على الاجناب ويشتغل في العمق، بيلعب كوره سهله. مصطفى فتحي لو لعب كوره سهله هيبقى احسن من كده بكتير. وخلي بالكم في الشوط الثاني برده من كتر ما هو بيمسك كوره وبيضيع ومش عارف ايه استهلك، فتعب وتغير مصطفى فتحي في الشوط الثاني. مروان حمدي النهارده انا شايف ان دي افضل مباراه لمروان حمدي، اتحرك كتير جدا، اشتغل كويس قوي، محطه قويه جدا، بياخد الكوره العاليه، بيعافر مع مدافعين المنتخب الاردني، بيستلم جري بيخش بدماغه الهدف اللي احرزه، وفي كور كتير النهارده. مروان من احسن الماتشات كمجهود، كمجهود عمل مجهود كبير جدا النهارده مروان حمدي، وسجل هدف طبعا كان مهم جدا لمنتخب مصر. اللعيبه اللي نزلت محمد شريف برضو ما بيظهرش بشكل كويس غير لما بيلعب مهاجم، يعني دايما لما بيلعب ناحيه الشمال ما بيبقاش هو محمد شريف، لكن لما بيلعب مهاجم بيشتغل كويس جدا، لعب النهارده مهاجم في الاكسترا تايم بعد ما مروان حمدي خرج. مين تاني؟ احمد رفعت طبعا نزوله كان مؤثر جدا، عمل احرز هدف وتحرك كويس جدا وعمل اسيست في الهدف الثاني اللي هو بتاع الهدف الثالث بتاع مروان داوود، فاحمد رفعت في الفتره اللي لعبها هايل، نزل برده مع الاكسترا تايم، ف يعني احمد رفعت من اللعيبه الهايلين، ونزل في توقيت صعب ورغم كده عنده ثبات انفعالي واشتغل بشكل كويس جدا. مروان داوود بديله برضه النهارده امتياز انه سجل هدف حلو ولعب في مكان مش مكانه واشتغل كويس جدا. محمد عبد المنعم ما لحقش، لعب ربع ساعه. يعني هي دي اللعيبه اللي نزلت النهارده. مهند لاشين برضه نزل في نص الملعب جنب عمرو السوليه، ساعده كتير، وكان الفتره دي بتاعت اللي هي اخر ربع ساعه في الشوط الثاني والاكسترا تايم، منتخب مصر خلاص مسك الجيم، ومنتخب اردني زي ما قلت لكم الناحيه البدنيه وقعت وتراجع الى نص ملعبه وبدا يلعب على الهجمات المرتده. مبروك للمنتخب، وخلينا نقول المغرب اتعادلت دلوقتي 2-2 عن طريق بدر بنون، ومباراه سخنه جدا، شكلنا كده هنلجا الى ضربات الترجيح ما بين الجزائر والمغرب عشان نشوف مين اللي هيكسب عشان يواجه المنتخب القطري في الدور قبل النهائي. مصر هتلاعب تونس يوم الاربعاء اللي جاي الساعه 5 بتوقيت القاهره ان شاء الله، وقطر هتلاعب الكسبان من المغرب والجزائر الساعه 9 برضه يوم الاربعاء باذن الله. النهارده كارلوس كيروش في المؤتمر الصحفي بعد المباراه قال ارتكبنا اخطاء في التشكيل والتغييرات حسمت الفوز، يعني هو بيقول ان منتخب مصر عانى بشكل كبير امام المنتخب الاردني في الشوط الاول، وقال ان احنا يعني في البدايه تعبنا بشكل كبير بسبب التباعد بين الخطوط ووجود مساحات كبيره سهلت مهمه المنتخب الاردني، عندنا اخطاء في التشكيل لكن لو ما غامرناش مش هنتعلم. فهو بيقول هو كان عنده غيابات النهارده فبدا يغامر في التشكيل عشان ما يعني هيعمل ايه الراجل هيعمل ايه، فبيقول لازم نغامر عشان نتعلم، وبيقول مش هنتطور واللعيبه مش هتتطور غير لما نستفيد من التجربه ونجرب اللعيبه. ودي الحاجه الايجابيه اللي عجباني في كيروش، ان هو دخل اسماء جديده للمنتخب وبيديها الفرصه حتى في اوقات صعبه، لكن هو متحمل القصه، لكن طبعا الاداء لسه، يعني حتى احنا بنكسب اهو فرحانين ومبسوطين والمنتخب بيحقق نتائج، لكن الاداء لسه الاداء زي ما قلت لكم مش احسن حاجه، وطبعا ده طبيعي ان الراجل كيروش لسه ما بقالوش شهرين مع منتخب مصر، لكن المكسب والعناصر الجديده مع عوده اللاعبين المحترفين ان شاء الله في بطوله امم افريقيا القادمه هيبقى الشكل افضل باذن الله. كمان مستر كيروش بيقول شخصيه اللاعب المصري ظهرت اثناء المباراه واثبت اللعيبه انهم كبار ويستحقون الفوز، وقال كمان كيروش ان التغييرات اسهمت بشكل كبير في تعديل مسار المباراه لصالح المنتخب المصري. كمان كيروش اتكلم مع اللعيبه بعد الماتش،
او اتكلم على تويتر يعني بيهني اللعيبه، بيقول لا يا لها من عوده رائعه، انتهى اداؤنا بالاناقه والقوه والنتيجه المستحقه، احسنتم ايها الاولاد وفخور جدا بالتزامكم وسلوككم في المباراه. زي ما قلت لكم عمرو السوليه ذا مان اوف ذا ماتش. دي كل حاجه عن منتخبنا الوطني. منتخب مصر كده ضمن يعني وصل للدور قبل النهائي. انتوا عارفين اقل حاجه، اقل حاجه اللي هياخد المركز الرابع هياخد $1,500,000، فكده المينيمم بالنسبه لمنتخب مصر ادام وصل للدور قبل النهائي. لا قدر الله في حاله خسارتنا امام تونس وخسارتنا حتى المركز الثالث وخدنا المركز الرابع هناخد $1,500,000. كل ما بنكسب مباراه يعني احنا لو وصلنا للمباراه لو خدنا البطوله هناخد $5,000,000، لو خدنا المركز الثاني $3,000,000، مش عارف خدنا المركز الثالث $2,000,000 او $2,000,000 وشويه، المركز الرابع $1,500,000. فطبعا ما شاء الله مكاسب رائعه جدا لمنتخب مصر. عصام الحضري النهارده مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني اعتذر للكابتن عدنان حمد مدرب المنتخب الاردني بعد نهايه المباراه، شكل كده كان في شويه عصبيه. دي لقطات اهو كابتن عصام الحضري بيحضن كابتن عدنان حمد، طبعا هو مدرب عراقي وماسك منتخب الاردن، وعايز احييه. كان في سوء تفاهم كده حصل اثناء احتفال الجهاز الفني واللعيبه بالاهداف اللي جبناها النهارده، فدي زعلت شويه الجانب الاردني والجهاز الفني لمنتخب الاردن. لكن بعد المباراه كابتن عصام الحضري راح اعتذر للكابتن عدنان حمد، واحنا اخوات يعني. كمان انا عايز احيي المنتخب الاردني النهارده النشامه، ان هم يعني فعلا منتخب متطور جدا، منتخب رائع جدا. منتخب مصر النهارده وجد صعوبه ان هو يكسب المنتخب الاردني، ولجأنا الى الاكسترا تايم والوقت الاضافي. فبحيي الاردن وبحيي المنتخب الاردني، النهارده عملوا جيم كبير خصوصا في الشوط الاول. يعني المباراه كانت صعبه على المنتخب مصر في الشوط الاول، والمنتخب الاردني احرز هدف وضيع هدفين ثلاثه كان ممكن تصعب المهمه على منتخب مصر. لكن الحمد لله مبروك لمنتخبنا وخطوه جيده جدا، والوصول الى الدور قبل النهائي بقى، والاستعداد لمنتخب تونس هيبقى مباراه اصعب. كل ما بنروح دور او بنكسب مرحله بنروح للمرحله اللي بعديها بتبقى اصعب. منتخب تونس زي ما قلت لكم منتخب قوي، عندهم لعيبه كمان مميزه جدا ولعيبه محترفه ولعيبه بتلعب في الدوري القطري وبتلعب في الدوري المصري زي سيف الجزيري وعلي معلول وفرجاني ساسي. فمنتخب قوي جدا وهيبقوا عاملين حساب منتخب مصر وحافظين اداء يعني معظم لعيبه المنتخب التونسي زملاء لعيبه منتخب مصر، فحافظين اداء اللعيبه. فالمباراه اللي جايه مباراه مش سهله، بس ان شاء الله منتخب مصر يقدر يعديها ونوصل للمباراه النهائيه باذن الله. هنتكلم في كل الحاجات اللي انا اتكلمت فيها بس بشكل بقى اكثر فنيا مع نجومنا نجوم التحليل كابتن اشرف قاسم وكابتن محمد يوسف ان شاء الله في الجزء الثاني من حلقتنا باذن الله. طيب نرجع بقى لاخبارنا المحليه، وبرضه قبل ما نروح لاخبار المحليه يعني افتكرت حاجه. ايه الروعه دي؟ ايه الروعه بتاع الجمهور المصري ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ يعني النهارده قاعدين بنتفرج الملعب طبعا 40,000 متفرج، نقدر نقول مثلا ايه 4,000-5,000 من جماهير المنتخب الاردني، والباقي 35,000 متفرج مصري. حاجه جميله حتى والمنتخب خسران والمنتخب الاردني متقدم 1-0، منتخب جماهير المصريه بتشجع البنات والولاد والرجال والسيدات والشيوخ والاطفال. حاجه رائعه، المصريين يا جماعه يشرفوا في كل حته. النهارده اكني بلعب في مصر مع النشيد الوطني والاعلام المصريه والاناشيد حاجه جميله جدا. فبحيي كل الجماهير المصريه النهارده اللي كانت موجوده في الملعب. عايز اقول لهم ان ليكوا دور كبير جدا جدا في فوز المنتخب الوطني النهارده المنتخب المصري، ان لولاكوا كان هيبقى الامور صعبه. لكن جماهير مصر دايما ورا المنتخب، دايما ورا الفرق المصريه. فالنهارده بحييكوا بشكل رائع جدا، شكلكوا حلو يعني، حتى ناس لابسه تيشيرت الزمالك وتيشيرت الاهلي وتيشيرت المنتخب وقاعدين. كمان عايز احيي الجماهير الاردنيه، روح رياضيه عاليه جدا. كلنا يعني كان الجماهير المصريه قاعده وسط الجماهير الاردنيه مفيش مشكله خالص، وهي دي الروح الرياضيه وهو ده الجمال وهو ده الشعوب العربيه الجميله يعني الشقيقه، نقدر نقول احنا كلنا اخوات. وبطوله فعلا انا يعني قبل البطوله قلت كاس العرب يعني ماشي كاس العرب، لكن البطوله فعلا نجحت، جمعت الشعوب العربية، جمعت المنتخبات العربية، البحريني جنب العراقي جنب السوري جنب المصري جنب الإماراتي جنب المغربي التونسي الجزائري
القطر يعني البطولة رائعة، وكمان البطولة يا جماعة شيك قوي. في واحد من الجماهير طلب تيشيرت زيزو، قال له ايه ابني بيحبك وعايز التيشيرت ومش عارف ايه، وزيزو يعني اعتقد يعني قال ان هو هيتواصل مع كابتن وائل جمعه، هو بيسلمه التيشيرت بتاع زيزو بعد المباراه. فبطوله حلوه قوي، بطوله شيك جدا. الجانب القطري طبعا الشقيق يعني عامل افضل الامكانيات في البطوله، من ملاعب، من وسائل نقل، من اعلام وتغطيه رائعه جدا للبطوله، فحاجه جميله جدا جدا. النهارده استمتعنا بالمباراه واستمتعنا بالشكل الجميل، الملاعب شكلها حلو قوي، هتستضيف كاس العالم، ودي تعتبر بروفه رائعه لقطر قبل استضافه كاس العالم 2022. فيعني كل حاجه حلوه في البطوله، مبروك لمنتخبنا وان شاء الله بالتوفيق خلال الفتره القادمه. بحيي اللعيبه وبحيي الجهاز الفني، وان شاء الله اللي جاي افضل لمنتخب مصر. طيب النهارده كان الفرق طبعا فرق الدوري، الفرق المصريه بتستعد لاستئناف الدوري، وزي ما انتم عارفين الدوري هيتم استئنافه يوم 20/12 ان شاء الله. الاهلي النهارده كان بيلعب مباراه وديه مع طلائع الجيش وتعادل 1-1. طلائع الجيش تقدم عن طريق خالد حشادي، وبعدين اتعادل رامي ربيعه في الشوط الثاني للنادي الاهلي مع بيراميدز، وبعدين هنروح لبطوله امم افريقيا. الاهلي بيطالب اتحاد الكوره بتحمل مسؤولياته في ازمه تعارض كاس العالم للانديه مع امم افريقيا. الاهلي مش عارف يعمل ايه في القصه دي، فلجأ لاتحاد الكوره ولجأ للاتحاد الافريقي وبعت شكوى للاتحاد الدولي عشان يحلوا تداخل البطولتين مع بعض، بطوله كاس العالم للانديه وبطوله امم افريقيا. احنا عارفين القصه ان في حاله وصول منتخب مصر للدور قبل النهائي لكاس امم افريقيا او المباراه النهائيه، ده هيخش في ماتش الاهلي في كاس العالم للانديه. الاهلي هيلعب يوم 6 فبراير مع فريق بالميراس البرازيلي اعتقد. فموضوع يعني ايه، هنشوف برضو الاتحاد الافريقي هيعمل ايه في القصه دي. عايز اقول لكم ان صامويل ايتو نجم طبعا الكاميرون فاز بالمنصب رئيس اتحاد الكره في الكاميرون. صامويل ايتو اصبح رئيس اتحاد الكره الكاميروني. كان يعني في انتخابات في الكاميرون وتنافس 7 مرشحين، وقدر صامويل ايتو يكسب المنصب رئيس الاتحاد الكاميروني لكره القدم. انتوا عارفين ان صامويل ايتو كمان يعني كان من اللعيبه الكبيره جدا جدا، من اساطير افريقيا واساطير الكاميرون، خد افضل لاعب في افريقيا 4 مرات، وكسب بطولات كبيره مع برشلونه ومع الانديه، لعب الانديه اوروبيه كبيره جدا جدا، وتالق مع المنتخب الكاميروني. كان صامويل ايتو دايما عقدته مصر، مصر كنا دايما بنتفوق عليهم في بطوله امم افريقيا، حتى في تصفيات كاس العالم مره خرجنا الكاميرون في 2006 على ارضهم، اتعادلنا معاهم 1-1، وكان لازم يكسبوا المنتخب المصري، وساعتها الكوديفوار صعدت في كاس عالم 2006. عنده خبره كبيره جدا، نتمنى له التوفيق والله صامويل ايتو. وبيقول كمان صامويل ايتو ان هو هيغير الكوره بشكل كبير جدا في الكاميرون، هيطور الكوره بشكل كبير جدا في الكاميرون. ووعد صامويل ايتو ببناء 10 ملاعب خلال السنوات القادمه في الكاميرون، في خلال الفترة اللي هو هيتولى فيها رئاسة الاتحاد الكاميروني، فنتمنى له التوفيق إن شاء الله بالنسبة لصامويل ايتو. الأهلي بيترقب تحصيل 500,000 دولار من نادي النجم الساحلي في موضوع سليماني كوليبالي. أنتوا عارفين الفترة اللي فاتت كان في جلسة حصلت ما بين كابتن محمود الخطيب ورئيس النادي النجم الساحلي، جم مصر هنا وقعدوا مع الكابتن محمود الخطيب نادي النجم الساحلي، وكان الأهلي عايز حوالي 1.5 مليون دولار في موضوع سليماني كوليبالي، كان عليه يعني عقوبة لصالح النادي الأهلي. فالمسؤولين في نادي النجم الساحلي طلبوا من النادي الاهلي وطلبوا من كابتن محمود الخطيب ان هم يقسطوا العقوبه دي او الغرامه الماليه، وفي الاهلي وافق، ومفروض الاهلي في شهر يناير القادم هياخد 500,000 دولار القسط الاول من الفلوس اللي هي بتبلغ حوالي 1,880,000 دولار. الاهلي بيعلن سلبيه مسحه عمار حمدي. الرجاء المغربي هيسافر قطر نهايه الاسبوع استعدادا لمباراه الاهلي. النهارده الزمالك كان بيلعب برضه مباراه وديه وقدر يفوز على الترسانه 1-0 بهدف لمحمد اشرف رؤى. المباراه كانت في ملعب الترسانه. الزمالك بيستعد بقى لاستئناف الدوري. الزمالك عنده اول مباراه في الدوري مع نادي المقاولين، وكانت مباراه قويه النهارده ما بين الزمالك والترسانه، وفاز الزمالك 1-0 بهدف محمد اشرف رؤى. والنهارده شيكابالا لعب ورزاق سيسي لعب، دي برضه ده هدف الزمالك من ضربه حره ثابته حطها محمد اشرف رؤى من فوق الحيطه في مرمى نادي الترسانه. طبعا نادي الترسانه احد الانديه
العريقه جدا جدا جدا، وفي بيلعبوا دلوقتي في دوري الممتاز بيه اللي هو القسم الثاني، فكانت مباراه كويسه. والنهارده يعني كارتيرون اشرق مجموعه من اللاعبين، منهم رزاق سيسيه اللي الزمالك بيعده بقى للفتره القادمه، ان هو هيفرق مع نادي الزمالك كمان رزاق سيسيه لما يكون في حالته ان شاء الله. معايا ورقه بند كده من عقد باتريس كارتيرون، عشان الناس كانت بتسال على الشرط الجزائي والكلام ده. الشرط الجزائي في عقد باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك اللي هو الانهاء دون سبب، ده يجوز لاي من الطرفين انهاء هذا العقد دون سبب وفي اي وقت بعد 30 يوم من تاريخ استلام اختار من الطرف الاخر، اختار انهاء. يعني ايه؟ يعني انا ممكن انهي، انا كاداره نادي الزمالك انهي عقدي مع كارتيرون، ولكن بشرط بعد 30 يوم من تاريخ يعني لازم ابعت اختار لكارتيرون، يا كارتيرون انا 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 هفسخ العقد معاك، او العكس، او كارتيرون يبعت للزمالك يقول لهم انا هفسخ، عايز افسخ عقدي مع الزمالك. بعد 30 يوم من لما يبعت الاختار من حقه يفسخ العقد، بس يدفع 300,000 دولار. يدفع 300,000 دولار، سواء الزمالك عايز يمشي كارتيرون او كارتيرون عايز يمشي من الزمالك، عشان تبقوا فاهمين القصه. يعني دلوقتي اهو الزمالك عايز يمشي كارتيرون، يروح الزمالك باعت اختار لكارتيرون يقول له يا كارتيرون احنا عايزين نمشيك. بعد 30 يوم الزمالك يدفع 300,000 دولار لباتريس كارتيرون الشرط الجزائي، او كارتيرون عايز يمشي من الزمالك، كارتيرون يبعت للزمالك يقول لهم انا عايز امشي، عايز افسخ العقد. بعد شهر من الاختار، من ارسال الاختار ده لنادي الزمالك، كارتيرون يدفع 300,000 دولار لنادي الزمالك. ده الشرط اللي موجود في عقد باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك، عشان تبقوا عارفين. بعد ما يخطر ب 15 يوم يقدر ينهي التعاقد يعني بال 300,000 دولار. طيب، اسلام جابر بيؤدي تدريبات تاهيليه في نادي الزمالك بعد تعافيه من الكورونا، ده بالنسبه لاخبار الاهلي والزمالك. محمود شبانه كان المفروض ينتقل لاعب الزمالك اللي طبعا ما عرفش الزمالك يأيده في القايمه عشان ايقاف القيد في نادي الزمالك، فكان شبانه بيتفق عشان يروح نادي الاسماعيلي، ولكن تعثر انتقال شبانه للنادي الاسماعيلي. على فكره دي ثالث مره يتعثر فيها محمود شبانه في انتقاله للاسماعيلي، كل مره يقول خلاص هيروح الاسماعيلي يحصل حاجه الدنيا تقف، بيقول لك يعني في مشكله في الاتفاقات الماليه ما بين الطرفين يعني. برضو النادي الاسماعيلي دخل في مفاوضات مع شكر نجيب لتجديد عقده، ان شكر نجيب عقده هيخلص بنهايه الموسم الحالي، فاداره النادي الاسماعيلي جددت الفتره اللي فاتت لباهر المحمدي وجددت لعماد حمدي، فعايزين يجددوا مع شكر نجيب، ودخلوا في مفاوضات معاه كده سريعه عشان يجددوا عقده خلال الفتره. النادي الاسماعيلي بيحاول يجدد للعيبه اللي هي القوام الاساسي للفريق. طيب، هنطلع فاصل سريع وبعدين نرجع نكمل اخبارنا مره اخرى في كوره كل يوم. نرجع تاني مع بعض ونكمل اخبارنا، وبنتكلم عن الفرق المصريه واستعداداتها لاستئناف بطوله الدوري. اتكلمنا عن الزمالك، اتكلمنا عن الاهلي، اتكلمنا عن الاسماعيلي. خلينا نروح لبيراميدز. بيراميدز دلوقتي في معسكر في الامارات، عامل معسكر في الامارات، والنهارده كان بيلعب مباراه وديه مع احد الفرق القويه جدا في الامارات، نادي العين. مباراه ما بين العين الاماراتي وبيراميدز في الامارات، مباراه وديه استعداديه للفرقتين. الدوري برضه متوقف في الامارات بسبب مشاركه المنتخب الاماراتي في كاس العرب. النهارده المباراه انتهت 1-0 ما بين بيراميدز والعين لصالح نادي العين، لكن مباراه قويه استفاد بيها بشكل كبير جدا فريق بيراميدز، ان بيراميدز طبعا عنده ماتشات قويه جدا برضه في بطوله الدوري خلال الفتره القادمه، وبعدين ان شاء الله في اخر شهر 12 هتتعمل قرعه الكونفدراليه، فكابتن ايهاب جلال واخد فريق بيراميدز كده 10 ايام في الامارات بيعملوا معسكر اعدادي استعدادا بقى لاستئناف الدوري ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده، دي صور من المباراه النهارده، نادي العين مع بيراميدز. مباراه تشكيل النهارده فريق بيراميدز كان مهدي سليمان في حراسه المرمى، وعلي جبر واسامه جلال في قلب الدفاع، محمد حمدي ناحيه الشمال، واحمد توفيق ناحيه اليمين، في نص الملعب نبيل عماد دونجا وايريك تراوري، وفي الخط الهجومي محمود صابر وابراهيم عادل واسلام عيسى وناصر منسي. دي تشكيله بيراميدز النهارده، ومباراه قويه مع نادي العين
في الامارات كابتن ايهاب جلال حتى بعد المباراه قال ان فريق البيراميدز استفاد بشكل كويس جدا من المباراه الوديه وبيراضي عن الاداء اللي قدمه اللعيبه واهدرنا عدد كبير من الفرص. خلينا نشوف طيب كابتن ايهاب جلال قال ايه بعد المباراه ونرجع نكمل تاني. دي تصريحات كابتن ايهاب جلال النهارده بعد المباراه الوديه مع نادي العين في الامارات ومعسكر لغايه يوم 17 بالنسبه لنادي بيراميدز في دوله الامارات العربيه. طيب النهارده برضو دلوقتي بيقولوا لي الجزائر فازت على المغرب بضربات الترجيح 5-3 وصعود المنتخب الجزائري للدور قبل النهائي لمواجهه المنتخب القطري. يبقى كده الجزائر بتكسب المغرب بضربات الترجيح 5-3 والجزائر هتلتقي مع قطر ان شاء الله في الدور قبل النهائي بمصر وتونس والجزائر الجزائر وقطر يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله. ماتش مصر وتونس الساعه 5 بتوقيت القاهره وماتش الجزائر وقطر الساعه 9 بتوقيت القاهره. فاكرين كده من اربع خمس ايام كنا اتكلمنا في مشكله كده حصلت في احد اللقاءات القسم الثالث في مجموعه الصعيد ما بين لافيينا والواسطة وكان حصل اعتداء على حكم المباراه من مدرب حراس مرمى. مشكله طبعا في الواقع واحنا عاملين المداخله دي بناء على طلبه، يعني كابتن احمد مصطفى عايز يطلع يتكلم عشان يعتذر عن اللي حصل. خلينا نشوف كابتن احمد مصطفى هيقول ايه. كابتن احمد ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك كابتن كريم؟ اخبارك ايه يا كابتن احمد؟ الحمد لله والله بخير، والله كله تمام الحمد لله. بعد ما هديت والمباراه خلصت اكيد ندمت بشكل كبير على اللي حصل ده. اكيد يا كابتن كريم، والله في نفس اليوم اول ما روحت البيت يعني انا نفسي حتى يعني لما اتفرجت على انا اول ما روحت طبعا كان الفرقه اللي هو المنافس ايوه كان نزل الفيديو على الصفحه عنده قبل ما تنزل حتى على المواقع، فطبعا لما شفت الفيديو نفسه انا ما صدقتش نفسي، يعني انا حتى الان لحد دلوقتي كده انا مش متخيل ان هو انا صاحب الواقعة دي او انا اللي عملت الكلام ده. وطبعا الناس كلها حتى يعني اللي تعرفني تعرف ان يعني مش ده اسلوبي خالص ولا ده الطبع بتاعي ولا حتى اعتراضي على اي حكم ايا كان قابلته كان بالشكل اللي انا حتى عملته ده. ما اعرفش هي كانت لحظه غياب عن وعي، ما عارف مش عارف بصراحه يعني. طب انا عايز اسالك سؤال، احنا دايما بص انا حتى انا بص انا هنا اعلامي وببقى قاعد هادي في الملعب، ببقى متعصب ومتضايق، بس انا اتعلمت حتى لا اتحكم في انفعالاتي في الملعب وانا مدير كوره وانا مسؤول في فريق. لكن عايز اقول لك الكوره دي لما شفناها لقيناها هي ضربه جزاء فعلا لفريق لافيينا. طب ايه اللي عصبكم؟ ايه اللي خلاكم تعترضوا بعنف كده؟ بص يا كابتن كريم، هو طبعا انا يعني برضو عشان يعني زي ما حضرتك بتقول كده انا يعني نصيحه من الموقف بتاع النهارده، انا بقالي حوالي مثلا 22 سنه مثلا في مجال الكوره سواء لاعب او مدرب. ايوه يعني اول مره تحصل مني يعني اللي حصل ده تمام. فانا برضو نصيحه لان انا اللي مريت بيه اليومين اللي فاتوا. طبعا انا عارف انا عارف. اه
طبعا طبعا يعني انا حتى يعني من كتر يعني ايه كميه القهر اللي الواحد بيبقى فيه، ان انت حتى مش قادر ترد. يعني انا نفسي حتى دلوقتي مش قادر ارد عن اي حاجه. انا كل اللي انا بعمله دلوقتي ان انا نفسي راجل يسامحني عن الخطا اللي انا عملته، ايه اللي انا عملته معاه، انما حتى ان انا ارد على اي حاجه، على اي حاجه حصلت، حتى ان انا ارد على كل الناس اللي اتكلمت عليا الفتره اللي فاتت هو بتقول ان كابتن احمد معلش ما تزعلش مني، هترد تقول ايه؟ انت غلطان بالظبط. انا يعني مش انت قادر، ما انا غلطان، وحتى الكره اللي كان فيها ما يعني هي ضربه جزاء والحكم عمل شغله بضمير. عارف لو الكره فيها كلام او كده، حتى لو الكره فيها ظلم او كده، كنا هنقول برضو ما توصلش لكده. لكن بص ايا إن كان انا مفيش مبرر. انا مش بتكلم في مبررات، انا مفيش اي مبرر يديني اي مساحه للي انا عملته. اللي انا عملته ده خطا، يعني ما ملوش دعوه باي مبررات. انا بقول في حاجات، بس انا مش هقدر اتكلم في اي حاجه خالص غير ان انا عايز ان الراجل اللي يسامحني في حقه. دي اللي انا بتكلم فيه. والنصيحه اللي انا بنصحها للناس ان انت لازم الناس كلها يعني بعد كده ايا كان لازم اكون هادي ايا كان اللي بيحصل في الماتش، عشان ما يصلش للمرحله اللي انا وصلت لها الفتره اللي فاتت دي كلها، ان انا لا قادر ادافع عن فريقي. ويمكن حتى القرارات بتاع الاتحاد، طبعا انا بعتذر للاتحاد وبعتذر للحكام ولجنه الحكام كلها اللي في مصر، حتى القرارات اللي اتخذت يعني انا يعتبر كده فيها ضرر لايه؟ فيها ضرر لفريقي. انا كنت متقدم، كان ممكن عشان برضه دليل ان انا مش، انت ما بتبقاش قاصد الواقعه دي، ان انا كان ممكن ضربه الجزاء دي تضيع. ايوه. وانا ابقى طالع كسبان، بس انا بقول لحضرتك ان انت بتغلط غلطه. طيب كابتن احمد، حاولت تعتذر بشكل شخصي للكابتن محمود السوقي او طاقم التحكيم؟ والله انا حاولت اوصل له عن طريق ناس كتير، ما عرفتش. حاولت اتصل بيه، اتصلت بيه حوالي اكتر من مره. طبعا هو ليه الحق ان هو برضه يكون زعلان وما يردش. بعت له رساله برضه، يعني طبعا هو ما كانش صديق عندي على الفيس او الماسنجر. بعت له رساله برضه بحيث ان اشوف اقدم له فيها كل الحاجات اللي انا يعني ان انا بقول له انا يعني يا جماعه انا مش الشخص ده خالص. انا حتى الناس كلها اصلا اقسم بالله يا كابتن كريم مش انا الشخص ده نهائي. أي. واي حد، هو كابتن محمود اي حد يسال عليا في الفيوم مثلا، انا من الفيوم اساسا مش من الوسط. أي حد يسال عليا لا مش انا اللي حصل مني ولا عمري في حياتي اساسا. بص يعني اعتبر كابتن محمود السوقي دلوقتي معانا، احنا المداخله دي هنبعتها له وشوف انت عايز تقول له ايه. يعني قول له دلوقتي كده انت عايز تقول ايه لكابتن محمود السوقي حكم المباراه، واحنا هنوصل له، اكيد بيتفرج علينا وهنوصل له برضه المداخله. تمام يا كابتن كريم، انا كل اللي انا عايز اوصله له ان انا عايزه يسامحني في حقه، وانا بعت له الكلام ده، عايزه يسامحني في حقه وحقه وصورته، اللي طبعا اكيد الناس اكيد طبعا شافوا الفيديو وحق طبعا اي حد يعرفه. عايزه يسامحني في حقه ده، وانا مش شاغلني، وزي ما قلت له انا مش شاغلني، يعني مش قصه مش شاغلني، بس يعني انا موضوع المحضر او البلاغ اللي اتعمل او الكلام ده كله ده اخر حاجه يفكر فيها. انا عايزه يسامحني بحقه تمام، بس بعيد عن اي حاجه، ويمشي في اجراءاته. انا بقول له بس انا يطلع او يكلمني او اكلمه او يرد عليا ويقول لي بس انا مسامحك في حقي اللي انا عملته معاه، بس مش عايز اكتر من تمام كده. تمام يا كابتن احمد، انا هحاول اتواصل مع كابتن محمود وهتكلم معاه ونشوف ربنا يعني يكرم ان شاء الله، ويبقى يعني هنشوف بحسب بقى هو ظروفه وحسب تفكيره خلال الفتره القادمه. لكن انا يعني بشكرك طبعا، ويعني على وجودك معانا في كوره كل يوم. وطبعا احنا زعلانين جدا من المشهد ده، وانت اكيد بعد ما شفت طبعا وزي ما انت بتقول انت زعلت اكتر ومتاثر بقالك فتره بسبب المشهد السيء ده. بشكرك كابتن احمد مصطفى مدرب حراس مرمى نادي الوسط. هو كابتن احمد مصطفى خد 8 شهور ايقاف وتوصيه بالشطب، غير بقى ان في بلاغ جنائي، يعني بلاغ بره الكوره جنائي ضد كابتن احمد مصطفى بعد المشهد ده. طيب عايز احكي لكم قصه كده سريعه. النادي المصري عايز يمشي كابتن عبد الحليم علي. كابتن عبد الحليم علي ماسك مدير كوره في نادي المصري. النادي المصري عنده مشاكل، والفتره اللي فاتت يمكن اللي وقع عادل غضبان محافظ بورسعيد هو اللي بيحاول يحل المشاكل دي كلها بالنسبه للنادي المصري. والكابتن عبد الحليم علي تواصل مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وقادر
قعدوا في اكتر من مره، وقدر كابتن عبد الحليم مع اللواء عادل غضبان ان هم يحلوا بعض مشاكل النادي المصري واللعيبه والكلام. طبعا انا اللي وصلني ان اداره النادي المصري عايزه تمشي كابتن عبد الحليم علي بداعي ان مرتبه كبير وان النادي المصري مش قادر يدفع مرتبه، لكن طبعا في الامور امور، و يعني مش عايز اتكلم في تفاصيل قوي، لكن اداره النادي المصري او مجلس اداره النادي المصري عايز يمشي الكابتن عبد الحليم علي بسبب حسب كلامهم يعني ارتفاع مرتبه، ورغم ان الكابتن عبد الحليم علي موجود في معسكر النادي المصري. نتمنى كده ان الناس تقعد وتتفاهم، كابتن عبد الحليم علي قيمه كبيره جدا، راجل محترم جدا، راجل بيشتغل في ظروف صعبه، ولازم يبقى في تقارب بينه وبين مجلس اداره النادي المصري، زي ما في تقارب ما بين كابتن عبد الحليم علي ومحافظ بورسعيد وبيحلوا مشاكل النادي المصري في الفتره الحاليه. وطبعا اصدقائنا كلهم اعضاء مجلس اداره النادي المصري، الاستاذ سمير حلبيه رئيس النادي، الاستاذ محمد الخولي، الاستاذ عدنان حلبيه، الاستاذ طارق هاشم، كل الناس اصدقائنا ولازم يقعدوا ويحلوا المشاكل اللي موجوده في النادي المصري. بكره الاتحاد السكندري هيلعب مباراه وديه ضد دمنهور، كابتن حسام حسن بيستعد برضه لاستئناف الدوري. النهارده كان في انتخابات التايكوندو، اتحاد التايكوندو من الاتحادات الناجحه جدا واللي بتحقق ميداليات لمصر في الاولمبياد. النهارده اللي نجح بمنصب الرئيس في التايكوندو اتحاد التايكوندو استاذ محمد مصطفى، بعد اكتساح الانتخابات خد 35 صوت من اجمالي حوالي 57 صوت في العضويه اتحاد التايكوندو. فاز احمد سلطان وايهاب جابر، محمد فولي، محمد عجيزه، خالد فوزي، مصطفى معوض، تعلب وحازم انديل. ده اتحاد التايكوندو برئاسه محمد مصطفى، الف الف مبروك. النهارده منتخب سيف المبارزه اللي بيلعب بطوله العالم في اوزبكستان كسب الميداليه الذهبيه النهارده، يعني منتخب مصر للمبارزه سيف المبارزه قدر يفوز بالميداليه الذهبيه في بطوله العالم في اوزبكستان، دي الميداليه الذهبيه الثالثه لمنتخب مصر النهارده. قدرنا نفوز على المنتخب الروسي 45-40، ادهم معتز فاز بالميداليه الذهبيه الثانيه النهارده الصبح، دي بطولة كأس العالم تحت 20 سنة في سلاح السيف. وبرضه كان محمد السيد امبارح كسب ذهبية كأس العالم لسيف المبارزة بعد الفوز على بطل روسيا 15-9، ما شاء الله عاملين نتائج كويسة جدا. خلينا نروح بقى لنتائج الدوريات الأوروبية النهاردة. النهاردة في الدوري الإنجليزي طبعا ماتشات قوية جدا ومنافسة شديدة جدا ما بين مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي، والنهاردة التلاتة كسبوا. يعني مانشستر سيتي كسب 1-0 وولفرهامبتون بهدف لرحيم ستيرلينج في الدقيقه 66 من ضربه جزاء، وكده مانشستر سيتي اصبح في صداره الدوري الانجليزي ب 38 نقطه في المركز الاول، فوز المان سيتي على وولفرهامبتون 1-0 بهدف رحيم ستيرلينج. الارسنال كمان النهارده كسب ساوثهامبتون 3-0 عن طريق لاكازيت، الهدف الاول للارسنال وبعدين مارتن اوديجارد وبعدين جابرييل احرز الهدف الثالث للارسنال. ارسنال كده في المركز السادس ب 26 نقطة، محمد النني النهارده كان خارج المباراة، ما كانش ولا ما بدأش الماتش ولا حتى في قائمة الاحتياطيين. تشيلسي النهارده كمان فاز على ليدز يونايتد 3-2 لصالح تشيلسي، وتشيلسي كده في المركز الثالث ب 36 نقطة، خلي بالكم، المان سيتي 38، ليفربول 37، تشيلسي 36. الأهداف النهارده عن طريق ماسون مونت في الدقيقة 42 لصالح تشيلسي، خلي بالكم كان ليدز هو المتقدم عن طريق رافينا، وبعدين اتعادل ماسون مونت لتشيلسي، وبعدين هدفين لتشيلسي، جورجينيو جاب هدف الثاني، بقت النتيجه 2-1 لتشيلسي، وبعدين اتعادل ثاني ليدز في الدقيقه 83، ولكن في الدقيقه 90 قدر جورجينيو يحرز هدف الفوز برضه من ضربه جزاء. على فكره جورجينيو جايب 15 جون من ضربات جزاء لتشيلسي خلال الفتره اللي فاتت. على فكره النهارده تشيلسي ومانشستر سيتي وليفربول الثلاثه كسبوا بضربات جزاء. ليفربول النهارده فاز على استون فيلا 1-0 بهدف لمحمد صلاح نجمنا المصري من ضربه جزاء برضو، ويعني ما شاء الله محمد صلاح كده في صداره الهدافين الدوري الانجليزي ب 14 هدف، حاجه رائعه جدا. طبعا النهارده مدرب استون فيلا ستيفن جيرارد، ويمكن عمل ماتش كبير امام ليفربول النهارده، عارفين ستيفن جيرارد ده اسطوره ليفربول كلاعب، وحتى يورجن كلوب بعد الماتش النهارده مدرب ليفربول قال ان ستيفن جيرارد هو خليفته في ليفربول، يعني بعد ما يورجن كلوب بيمشي يورجن كلوب بينصح اداره ليفربول بالتعاقد مع ستيفن جيرارد كمدرب
لليفربول، عملوا اداء رائع جدا النهارده استون فيلا امام ليفربول، لكن ليفربول كسب وراح للمركز الثاني برصيد 37 نقطه. مانشستر يونايتد كمان خارج ملعبه كسب نوريتش سيتي 1-0 بهدف برضه من ضربه جزاء لكريستيانو رونالدو، وكده المان يونايتد في المركز الخامس ب 27 نقطه. بسرعه كده نروح للدوري الايطالي النهارده، فينيزيا واليوفنتوس 1-1 في الدوري الايطالي، اليوفنتوس بعيد قوي السنه دي في المركز الخامس ب 28 نقطه. في الدوري الالماني بوخوم مع بروسيا دورتموند 1-1، بروسيا دورتموند في المركز الثاني ب 31 نقطه. بايرن ميونخ النهارده كسب ماينز 2-1، وبايرن ميونخ في المركز الاول ب 37 نقطه، وزي ما قلت لكم بروسيا دورتموند 31، يعني فرق 6 نقاط لصالح بايرن ميونخ. لاحرز اهداف بايرن ميونخ النهارده كينجزلي كومان وجمال موسيالا، وبايرن ميونخ يعني في المانيا محدش قادر يوقف بايرن ميونخ، حتى اخر مباراه ليهم في دوري ابطال اوروبا كانوا كسبوا برشلونه الاسبوع اللي فات 3-0. النهارده كمان عمر مرموش ساهم في فوز شتوتجارد على فولفسبورج 2-0، وانتوا عارفين ان عمر مرموش بيلعب دلوقتي في شتوتجارد اعاره من فولفسبورج، وجات له كمان فرصه النهارده ان هو يسجل في مرمى فريقه من ضربه جزاء، لكن عملها كده تشيب من فوق حارس المرمى في نص الجون، خبطت في العارضه، ويمكن جماهير شتوتجارد هجمته النهارده بعد ضياع ضربه الجزاء، حتى هو اتغير بعد ضياع ضربه الجزاء، واعتذر عمر مرموش بعد المباراه لجماهير فولفسبورج بعد ما لعب ضربه الجزاء بطريقه بانينكا وضاعت، وبعديها الجماهير اطلقت صافرات الاستهجان ضده، وهو نزل اعتذار على الانستجرام عشان هو جماهير فولفسبورج حست ان ده استهزاء بالفريق يعني من عمر مرموش. انتوا عارفين عمر مرموش اساسا لاعب في فولفسبورج، لكن هو دلوقتي اعاره في شتوتجارت. طيب خلينا نروح نشوف تقرير عن برشلونه والاخفاقات الاخيره، والاول مره فريق برشلونه بيروح يلعب في الدوري الاوروبي بعد ما خد المركز الثالث في مجموعته في دوري ابطال اوروبا. الاسبوع اللي فات خسر من بايرن ميونخ 3-0، وبالتالي انتقل اول مره من 21 سنه فريق برشلونه يروح يلعب في الدوري الاوروبي، كان دايما على طول بيطلع اول او ثاني ويكمل في الشامبيونز ليج. خلينا نشوف التقرير ده وبعدين نستقبل نجومنا بقى كابتن اشرف قاسم وكابتن محمد يوسف، ونتكلم عن فوز مصر على الاردن النهارده 3-1، وفرصنا في المباراه القادمه امام تونس، وايضا فوز المنتخب الجزائري على المغرب 5-3 بضربات الترجيح، بعد الفاصل مع نجومنا الكابتن اشرف قاسم والكابتن محمد يوسف ان شاء الله. صعد منتخب مصر لمواجهة نظيره التونسي في نصف نهائي كأس العرب، وذلك بعدما فاز على منتخب الأردن بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما باستاد الجنوب في مدينة الوكرة القطرية ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة. شهد الشوط الأول بداية قوية لمنتخب الأردن بقيادة مدربه العراقي عدنان حمد، الذي كثف هجماته من الناحية اليمنى لمنتخب مصر، والتي يدافع فيها اللاعب ذو النزعة الهجومية عمر كمال عبد الواحد، ليتمكن النشامة من اختراق تلك الجبهة وتسجيل هدف مبكر في الدقيقة 12. ومن نفس الجبهة وصل الأردن عدة مرات لمرمى الشناوي الذي تصدى لتسديدتين وتكفلت العارضة بالثالثة، لتمنح الفرصة للفراعنة لتصحيح الأوضاع قبل نهاية الشوط الأول، وهو ما حدث بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق رأسية مروان حمدي، الذي أحسن التعامل مع العرضية المتقنة من أحمد سيد زيزو. وبدأ الشوط الثاني بفرصة خطيرة أضاعها حسين فيصل، الذي لم ينجح في إسكان عرضية مروان حمدي في الشباك الخالية، لتعود الأمور سجال بين المنتخبين وتندر الفرص على المرميين،
وذلك حتى قرر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة إجراء تغييرين في الدقيقة 72 بنزول محمد مجدي أفشة بدلا من مصطفى فتحي ومهند لاشين بدلا من حمدي فتحي المصاب، ليزداد الضغط المصري على دفاع الأردن حتى أهدر زيزو هدفا محققا في الدقيقة 90 لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لمثله. وبدأ كيروش الوقت الإضافي بإشراك أحمد رفعت بدلا من مروان حمدي ليتمكن رفعت من تسجيل هدف وصناعة الثاني ليهدي الفوز للفراعنة. فقد سجل الهدف الثاني لمنتخب مصر في الدقيقة 99 بعدما أجاد التعامل مع عرضية محمد شريف الذي صنع الهدف بمجهود فردي رائع قبل أن يتولى رفعت صناعة الهدف الثالث للمنتخب بعدما راوغ وأرسل عرضية وضعها مروان داود في شباك يزيد أبو ليلى حارس مرمى الأردن بالدقيقة 119 لينتهي اللقاء بفوز الفراعنة على النشامة بثلاثة أهداف لهدف. وبذلك ضربت كتيبة كيروش موعدا مع المنتخب التونسي في 5 من مساء الأربعاء المقبل بنصف النهائي، فهل يفعلها الفراعنة ويصعدون لنهائي كأس العرب؟ نرجع تاني مع بعض. وطبعا يعني بطولة كأس العرب دخلت بقى خلاص في المراحل الحاسمة، دور قبل النهائي، وصلنا للدور قبل النهائي. المباراة اللي هتتلعب ان شاء الله يوم الأربعاء القادم، طبعا كلنا تابعنا النتائج وهنشوف بقى تحليل كابتن محمد يوسف وكابتن أشرف قاسم للماتشات وتوقعاتهم. يعني أنا مش ناسي توقعاتهم، هنحاسبهم على توقعاتهم دلوقتي. فوز قطر على الإمارات 5-0 بنتيجة كبيرة جدا، فوز تونس على سلطنة عمان 2-1، فوز مصر على الأردن النهاردة 3-1 بعد إكسترا تايم ووقت إضافي، وفوز المنتخب الجزائري على منتخب المغرب بضربات الترجيح 5-3 بعد انتهاء المباراة والوقت الأصلي 2-2، تعادل إيجابي 2-2. بطولة رائعة زي ما اتكلمنا، ملاعب رائعة، تنظيم رائع، الشكل حلو حتى في المدرجات والجماهير المميزة سواء الجماهير المصرية أو جماهير المنتخبات العربية الأخرى. يعني الامور جميله جدا في قطر. خلينا نرحب بنجومنا طبعا كابتن محمد يوسف وكابتن اشرف قاسم. كابتن يوسف ازي حضرتك؟ اهلا بيك. اهلا بيك منور كابتن كريم. كابتن يوسف الله يخليك. كابتن اشرف قاسم برنس الكره المصريه. ازيك كابتن كريم؟ ازيك كابتن؟ الحمد لله تمام. منور كابتن اشرف. ربنا يخليك كابتن. نتكلم في التوقعات الاول قبل ما نخش في تحليل الماتشات. والله انا هسيب الكابتن اشرف بقى هو اللي يقول التوقعات الاخيره. اول حاجه مين اللي كسب بس في الاول؟ احنا اتنين مش انت قلت هسيب الكابتن اشرف يتكلم؟ ماشي ما تخلص، سيبني انا اقول بقى. طب يلا قول. كابتن محمد يوسف قال ان المغرب هي اللي هتفوز على الجزائر، الجزائر كسبت. وانت كنت قايل ايه يا كابتن؟ نفس الكلام قلت بالظبط. يعني انتوا الاثنين غلط في قصه الجزائر وما خليناش نتوقع تاني بقى. ليه؟ لا بالعكس. لا ماشي. لا انا التوقع بتاعي بالنسبه للماتش بتاع تونس وعمان، انا قلت عمان. كابتن محمد يوسف محمد قال بالظبط، وباقي انتم متفقين؟ متفقين على يعني قطر ومصر ومصر كسبت، واتفقنا في قطر وقلنا قطر. يعني كابتن محمد يتفوق بماتش بنقطه، يعني بنقطه بالظبط. ما هي النقطه دي تفرق لسه، ما في اكسترا تايم. احنا فاكر المره اللي كان في عزومه وجمبري وسمك وكده؟ ما فيش يا كابتن حاجه. مش انت قلت اللي توقعات ولا في اخر البطوله نجمع النقط؟ نجمع في الاخر. نجمع كابتن. هو انتوا ناسيين يعني نفضح بقى نقول ولا انتوا ناسيين؟ طيب لا انا عينيا. حاضر حبيبي. لا في الاخر البطوله كده نعزم بعض كلنا ان شاء الله عشان يبقى نفسنا مفتوحه، تكون مصر اللي فايزه البطوله ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب عايز اتكلم على مصر والاردن النهارده. انا يمكن في الانترو بتاع البرنامج اتكلمت شويه كده وقلت ان احنا فرقنا بعض الاشياء على المنتخب الاردني. عايز اعرف رايكم في المباراه النهارده وازاي قدر منتخب مصر يكسب يا كابتن اشرف. طبعا يعني احنا بنبارك لنفسنا على صعودنا للدور اللي قبل النهائي، واحنا نستحق بصراحه. تمام. يعني انا من وجهه نظري الفرقتين اللي هم مستواهم بيزيد من مباراه لمباراه منتخب مصر والمنتخب القطري. ايوه. يعني هتقولي طب ما الجزائر وصلت او تونس وصلت. لا انا من وجهه الارتفاع في مستوى الاداء التكتيكي والبدني بالنسبه للعيبه الفرقتين دول واصلين لاعلى مستوى دلوقتي، مصر وقطر. وخصوصا يعني مصر لعبت مباراه قويه جدا كمان، ثالث مباراه امام الجزائر. والاداء النهارده الفرقه في بدايه اللقاء
ما كانش كويس يعني الشوط الاول. لا يعني على فكره مصر ابتدت المباراه في الدقيقه 40 في الدقيقه 40 بالظبط ابتدت المباراه بفرصتين، وبعدين طبعا الهدف الحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا ان احنا نحرزه قبل ما نخش على الشوط الثاني، ودي فرق كتير جدا جدا معانا. طبعا الاداء كان عليه علامات استفهام بالنسبه يعني في خلال الفتره الاولانيه، هل هو استسهال للمباراه؟ مش عاوز اقول عدم احترام للمنافس، لكن اللي كان واضح ان احنا كانت خطوطنا كانت بعيده جدا عن بعض، ما كانش فيه ترابط ما بيننا وبين بعض. اللي هم ال 40 دقيقه الاولى في الشوط الاول، ده ال 40 دقيقه دي احنا نحمد ربنا ان الهجمات اللي جت علينا او الفرص اللي اتيحت لفرقه الاردن ما جاتش جوان. تالق محمد الشناوي فرق كتير جدا مع منتخب مصر، ان الكورتين اللي شالهم هو والعارضه والعارضه شالت كوره مع القائم الاثنين مع بعض، طبعا فرق كتير جدا جدا معانا يعني. الحاجات من الايجابيات اللي انا باخد لك بس بلم لك الكلام كله في جزئيه صغيره، الحاجات من الايجابيات المهمه جدا لازم ان احنا برضو نحط 50 مليون خط تحتيها، رجوع منتخب مصر تاني بعد الاداء اللي حصل في الشوط الاول. الشوط الثاني حاولنا ان احنا نظبط ادائنا شويه، لكن الاداء الصح في الشوط الثالث والرابع، الثالث والرابع لما الفرقه اتظبطت شويه وخصوصا الخط الامامي. التغييرات اللي حصلت كانت تغييرات كويسه جدا، وده اللي احنا كنا بنطالب بيه واحنا بنقول على التشكيل اللي كنا بنحطه ان هو ده اللي نهى بيه، كلنا كنا بنقول ان هو يتم نبدا بيه. لكن برضه من الايجابيات ان هو الثقه اللي بتبقى موجوده من المدرب في اللاعب دي مهمه جدا. يعني حتى هو بيبعد عن انتقادات الناس والصحافه والسوشيال ميديا بشكل عام، ان هو يقول مثلا كريم الناس كلها تقول كريم مش كويس وما بيلعبش كويس وما بيأديش، لكن هو عنده وجهه نظر في بعض اللعيبه بيصمم ان هم يكونوا موجودين في الملعب، بيأدوا بشكل كويس من وجهه نظره ان هو حاسس ان هيجي منهم بعد كده. هل هو بيحاول ان هو يخلق فريق جديد لمنتخب مصر من عناصر صغيره في السن؟ ده برضو ده فكر ودي مدرسه بتاعته، وجات له يعني زي ما احنا بنقول كده جايه له من على طبق من ذهب البطوله زي دي عشان يحاول ان هو يشوف صح في بطوله رسميه فيها منافسه قويه جدا مع فرق قويه جدا، بينافس على بطوله كبيره بقى لها فتره كبيره جدا ما بتتعملش. فبيقول ان اللعيبه دي انا لما حطيت عيني على لاعب معين باسم معين انا كنت احق او هو كان احق ان هو يكون موجود، فانا بحييه على الوضع ده. لكن احنا مش عايزين نتكلم برضو نقول ايه ان اداء المنتخب اداء جميل ورائع وكل حاجه. في وقت من الاوقات ممكن نتغاضى عن الاداء شويه، لكن توصل للهدف بتاعك. احنا كلنا عايزين منتخب بلدنا يفوز بالبطوله، وعايزين العناصر الجديده مع أداء وعناصر تخش والعناصر اللي موجوده، لكن هو بيخلق عناصر تبقى موجوده ودي من النجاحات بتاعته. لكن في نفس الوقت انت بيتطلب منك في وقت من الاوقات ان انت العناصر الاساسيه اللي موجوده لازم تبقى الدافع بيها يكون بري شويه. هتقول لي طب ما هو دي اوراق بتبقى ابحه تبقى موجوده معاه بره يقدر يدفع بيها زي ما حصل النهارده. ايوه يعني احمد رفعت، انا من وجهه نظر احمد رفعت لازم يبتدي المباراه زي ما قلت لكم. مش هغير كلامي. وفي نفس الوقت برضو مش هغير كلامي ان محمد شريف هو اللي يبتدي المباراه، لو مش هيلعبه ما يلعبوش طرف. لو انت عايز تلعبه لعبه في المكان بتاعه مهاجم صريح. يعني برضو دي يعني معتقدات بتبقى داخل كل واحد هو فكره. ولما تيجي تاخد عنوان كيروش المحظوظ يصل بمنتخب مصر للدور قبل النهائي، ده لازم يتقال كده. هو والحاجات وطبعا اكيد محمد هيبقى يتفق معايا، مهم جدا جدا ان المدير الفني يبقى محظوظ عشان يقدر. طبعا التوفيق ده مهم جدا في تفرق كتير جدا معايا. طيب كابتن محمد يوسف عايز اخش في الماتش، فنيات الماتش النهارده. ممكن كيروش بعد الماتش في المؤتمر الصحفي قال اخطانا في التشكيل بس كان لازم نغامر عشان عندي غيابات. مظبوط. يقصد ايه؟ وكان المفروض ايه اللي يحصل من بدايه المباراه؟ يعني النهارده شفنا مصطفى فتحي وحسين فيصل واحمد سيد زيزو. مظبوط. مش محمد شريف، احنا كنا قلنا مصطفى فتحي قعد محمد شريف. قعد محمد شريف. حسين فيصل النهارده ما كانش كويس ال 58 دقيقه اللي لعبه مش زي الماتشات اللي قبل كده. مظبوط. هو بص هو البدايه بتاعته يعني زي ما قال الكابتن اشرف واحنا متفقين، اول 40 دقيقه احنا المبادره راحت مننا، منتخب الاردن كان اقوى، روحه القتاليه جوه الملعب، تركيزه، رغبته في المباراه واحرزه هدف،
والحمد لله ان ما ضعفتش النتيجه، كان ممكن هدفين ثلاثه. لكن كروش انا بحييه ان هو يطلع في المؤتمر ويقول ان احنا اخطانا في البدايه، بس مهم جدا في المباريات دي ان انت تنهي صح. ايوه يعني حتى لو لخبطت في البدايه، بس اهم حاجه ان انت تنهي بشكل مميز، وهو ده اللي حصل. يعني هو ده احنا احنا بالظبط، انا بعتبر دخلنا المباراه من الدقيقه 72. ليه؟ انا شعرت تغييره أفشة مع تغييره محمد شريف أيوه. وبعدين أفشة بنزول احمد رفعت في الدقيقه 91، الثلاث تغييرات دول فرقوا معانا جدا. صح. جدا. ليه بقى؟ لان احنا بدانا التغييره مهند لاشين وحمدي فتحي لما اتصاب، ونزل معاه على طول أفشة مكان مصطفى محمد فتح. شريف نزل الاول، لا هما الاثنين مع بعض. هما الاثنين تغييره واحده مع بعض في الدقيقه 72. احمد رفعت بقى هو اللي نزل بعديهم في الدقيقه 91. تمام. فدي ظبطت الملعب. ليه؟ لان بقى احمد سيد زيزو في اليمين وعندك أفشة 10، وفي الشمال احمد رفعت لما نزل لهم، وراح مروان حمدي طلع ملعب اتظبط، ومحمد شريف راح اتعدل 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 راس حرب، كل واحد في حتته. الرباعي ده بقى كده هايل، ومهند لاشين واقف 6 ارتكاز، والسولاي كان بيكمل الى حد ما، سد التسديده النهارده فعلا ولا اروع. السولاي يعني بدايه الماتش او الشوط الاول كانش الملعب معدول توظيف او التشكيل الدقيقه 91. ولذلك هو الكابتن اشرف قال لك ايه؟ قال لك الشوط الثالث والرابع احلى كره، لان فعلا كنا مظبطين. يعني بجانب برضو ان المنتخب الاردني بدنيا وقع. طبعا لا 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 لا، بس ما ينفعش تقول كده. لا تقول ان الفرقه بتاعتنا اتظبطت صح. مظبوط. ايوه ما انا بقول بجانب. لا لا خد بالك برضو، دايما احنا بنقول لما احنا نبقى كويسين نقول الفرقه الثانيه بقت وحشه. لا 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 بالعكس، احنا كويسين احسن من فرقه الاردن. أنا بقول في الشوط الثاني قلت ايه؟ التشكيل اتظبط. حضرتك قلت انت وكمان بجانب من الناحيه البدنيه قال لك اولا اولا استغلينا المنتخب الاردني استغلينا بشكل غير مباشر انسجام وتفاهم أفشة ومحمد شريف. الاثنين نادي الاهلي والاثنين بيلعبوا مع بعض على طول، والاثنين بيشتغلوا مع بعض، تم استبعادهم برضه بعض. يعني فاللي انا عايز اقوله ايه؟ ان 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 دي حاجه مفيده جدا. احمد سيد زيزو شفناه في مكانه الطبيعي اللي بيلعب فيه في الزمالك، واللي هو بيشتغل فيه بشكل كويس سواء دفاعيا او هجوميا. واحمد رفعت الحته الشمال بصراحه فارق فيها وعنده شخصيه، واحنا ده الكلام ده قلناه من ثلاث اسابيع من ساعه ما بدات البطوله ومن الدوري لما كنا بنعمل تغطيه للدوري، كنا بنتكلم على ان في لاعب عنده شخصيه بيحط الكره تحت رجله ما بيخافش. عارف كابتن احمد رفعت لعب ماتشين في البطوله. مظبوط. جاب جون في ماتش السودان، وبعدين ما لعبش الماتش وبعدين ما لعبش ماتش الجزائر، هو الفاول وبعدين ما لعبش ماتش الجزائر، وبعدين راح النهارده دفع بيه في الدقيقه 91. جون التاني والاسيست الجون التالت. بس انا عايز اقول ايه؟ انا عايز ماتش تونس هنشوف بقى، معرفش. ما ده لسه ما توقعنا. بس لا خلي بالك، في اوقات مدربين لازم يشعر، ودي كان ده كان اسلوب جوزيه. يعني جوزيه كان لازم يخلي معاه ورقه اتنين تلاته تقال، مش اي تغييره وخلاص. يعني هو بيبقى مطمن لما يلاقي اتنين تلاته معاه، يقول لك انا انزل الاول ونحرق وتمام، ويبقى معايا حد انزله لو المباراه اتأزمت. يعني اتحلت باللي موجودين يبقى خير وبركه كويس. فاحمد رفعت انا عجبني جدا النهارده، هدف محمد شريف اللي عدى وعملها له، جاي قاطع في مكان مش معتاد ان الطرف الشمال يجي يخش على المكان ده. أيوة. عاده بيكمل على ايه؟ بيكمل على القائم البعيد، بيخش على القائم البعيد. صح. وكان محمد قطع من قدام الراجل. ايوه. فاللي عجبني انه جه لتحت شويه ومحمد شريف عملها له حط جون. الهدف الثالث بقى ولا اروع، واحد ضد واحد مهاره فرديه رفعت، بتكلم على احمد رفعت، مهاره فرديه نادره النهارده. اللعيب اللي موجود سواء في منتخب مصر او في الدوري المصري بيعرف يعدي واحد ضد واحد، ده كم واحد عد بص لي يعني، لانه بيوفر شغل كتير جدا وبيوفر مجهود كبير، وميزه بتوصل الفرقه للتلت الهجوم. راح شايلها شيب باص، نفس الجون ده عملوا مع المصري السنه اللي فاتت. صح. كتير جدا جدا جدا، من اكتر لعيبه عملت اسيستات في الدوري المصري السنه اللي فاتت احمد رفعت. فالنقطه ان كيروش انهى المباراه، وده مهم جدا انك تنهي المباراه. صح. بالشكل الصح، شكل مظبوط. خليته طبعا خد الثلاث نقط. طيب. عايز اعرف كمان. احنا قلنا احنا الشوط الاول حضرتك قلته كابتن اشرف ان احنا ما كناش كويسين. ايه الاسباب؟ ما عايز اعرف الاسباب الفنيه واسباب الاهداف اللي جت فينا، ايه السبب؟ يعني انا قلت من شويه ان ما كناش بنضغط كويس، مدينا الهدف طبعا لازم يبقى فيه ضغط اكتر من كده. لو يعني مش احنا طبعا عشان ما عندناش حبوب ما نقدرش نجيب فيديو، لكن انا فاكر الجون الهدف كويس جدا. الكره اتلعبت، المفروض احمد ياسين كان يبقى مقرب، لعبت المهاجم المنتخب الاردني. احمد ياسين لازم يبقى قريب. ليه بقى لازم يبقى قريب؟ انت النهارده المسافه ما بينك وما بين
المهاجم مسافه كبيره جدا، قياسا بان انت خلاص انت جوه ال 18 او على ال 18. كل ما بقرب للمرمى بتاعي كل ما انا ببقى لازم تبقى مساحتي بيني وبين المهاجم قافل عليه اكتر من كده. طبعا الراجل لف الكوره بشكل يعني مميز جدا وفيها توفيق طبعا، وكانت سريعه، والكره دي اتكررت لما جت في العارضه والقائم برضو نفس الكره كوبي بيست. بالاضافه طبعا للشوطه هم سددوا من بره بشكل مميز جدا، الشناوي انقذ واحده مميزه جدا. دي انا شايف شويه ارتباك احمد ياسين مع الونش، مش كانوا في احسن حالاتهم، دي نقطة. النقطة الثانية برضه النهارده في الشوط الثاني الراجل المهاجم خد الونش في واحدة وراح، وراح دي خطيرة اللي مشيت جنب القائم، ربنا ستر يعني، لكن كانت النتيجة ساعتها 1-1. النقطة الثانية احنا فقدنا او يعني الروح اللي في بداية المباراة. انت المنتخب الأردن المبادرة، المنتخب الأردن خد منك المبادرة، ولما الهدف كمان جابوه في الدقيقة 13 اللي هو يزن النعيمات، فاداهم دفعه وبقوا بييجوا عندك وبيهددوا مرمى الشناوي، فخلاص خدوا ثقه يعني. خلاص انت فين لما الهدف بتاع مروان حمدي بدا يديك ثقه؟ وانا شايف الهدف ده كان ليه يعني جزء كبير جدا في ان انت ترجع المباراه طبعا. لان لو كنت طلعت الشوط الاولاني 1-0 دي كانت تفرق معاك، تنزل الشوط الثاني انت برده متاخر بهدف غير لما تطلع وانت 1-1. توقيت الجون كمان قبل نهايه الشوط الاول ارتباك يعني، حتى عمر كمال عبد الواحد بدا يخش المباراه الشوط الثاني. حسين فيصل ما كانش في احسن حالاته يعني، المباراه اللي فاتت احسن كتير من النهارده. مصطفى فتحي كان بيخش 10 وكان زيزو وحسين فيصل بيبدله، ما كانش مريحه يعني. احنا كلنا عارفين مصطفى فتحي على الطرف اليمين عشان بيخش بجوه بشماله، وهو مميز في الدريبل وبيقدر الزبطه بتاعت الخط الهجومي ما كانتش او العدل ما كانتش احسن حاجه. لكن شفنا بعد كده زيزو في مكانه في الشمال، احمد رفعت دي عدلته ومكانه، وقفشه مكانه، ومحمد شريف مكانه، اربعه مفهومش واحد بيلعبش في مكانه اللي بيلعب فيه ومتعود عليه وعارف خبرات المكان ده، وهو بيدافع بيعمل ايه وهو بيهاجم بيعمل ايه، دي مهمة جدا يعني. كابتن اشرف، مروان حمدي النهارده يعني من اكتر اللعيبة اللي جريت وعملت مجهود كبير النهارده، يمكن من مش عشان جاب جول بس من احسن الماتشات اللي اشوفها لمروان حمدي لغاية ما اتغير، عمل مجهود كبير جدا. لا هو مش مروان لوحده يعني، اللعيبة كلها اللي موجودة في الملعب من بعد ما احرزنا احنا الهدف، حتى الخمس دقايق او السبع او الثمان دقايق اللي اتلعبوا بما فيهم طبعا بدايه الشوط الثاني، كلهم بيأدوا بشكل كويس جدا يعني كمجهود كروح في الملعب. ودي اللي انا قلت ان هم انا بحييهم على رجوعهم للمباراه ثاني. مروان طبعا هو بيلعب تحت ضغط على طول يعني، يعني معظم المباريات اللي بيلعبها هو تحت ضغط يعني، ودي ممكن تأثر عليه بالسلب. انا شايف ان هو يعني بينسى كل الكلام اللي بيتقال عليه فبيحاول، ففي توفيق يعني ربنا بيوفقه في كره زي دي لما بتخبط مثلا بالشكل دوت، هو بيحاول فيها، وكان في متابعه كويسه جدا منه في ظهر حسين فيصل في الكره اللي اتلعبت بالعرض، فده بيبقى فيها توفيق كبير جدا لحمد. لكن هو محتاج ان هو يشتغل كتير يعني، هو برضو لعيب الكره بيبقى محتاج ثقه، الثقه دي بيجيله من المسانده اللي بتبقى من جوه الملعب ومن بره الملعب. من جوه الملعب اللي هي من المدير الفني والجهاز الفني واللعيبه زمايله جوه الملعب، اللي بره طبعا الجماهير يعني. برضو احنا محتاجين ان احنا حاسين ان المدير الفني بتاع فرقتنا واثق في لاعب معين، احنا عايزين نساند اللاعب ده، ممكن يكون اساسي او مش اساسي، اي واحد من اللعيبه احنا اتفقنا كلنا ان احنا هنفضل مساندين لكل المجموعه اللي موجوده. هم دول محتاجين الوضع ده. انا عاوز اتكلم على الكلمه اللي حضرتك كنت بتسالها الكابتن محمد دلوقتي، ايه اللي كان ملخبط الدنيا في الشوط الاول؟ اصلا كان في تباعد كبير جدا من خطوط الفرقه كلها، ثلاث خطوط كانوا بعيد جدا عن بعض، وده بسبب المراكز اللي كانت بتبقى موجوده يعني، مش عاوز اقول ما لعبوش مع بعض كتير او لان دي مش ما تتقالش على لعيبه في منتخب بلد يعني، لكن هم مش فاهمين بعض، تحس ان هم مش فاهمين بعض يعني، هم مش عارفين هم عايزين النهارده يعمل... المباراه الرابعه كابتن في نفس البطوله، فاعتقد ان هم يعني لعبوا ثلاث ماتشات. انا بتكلم على اشرف يعني الرباعي من نادي الزمالك يعني، لا مالهاش علاقه دي يعني،
ملهاش علاقه. يعني انا حتى قلت احتمال يكون هو حاططهم على اساس مثلا مين من نادي الزمالك؟ يعني هو مفيش غير الوش واكرم لا لا هم لعبوا مع بعض يعني دول مع بعض فتحي وحسين فيصل لسه ماشي من نادي الزمالك بس مروان لما جه لا مروان الرباعي ده لما مروان على خط الظهر ولا على لا انا بتكلم على الرباعي المهاجم يعني مروان كان في نادي الزمالك لا موجود في نادي الزمالك لا مروان لما جه ما كانش مصطفى موجود هو مصطفى جه ومروان راح ماشي يعني لا ده ما جه بس ما اشتغلوش مع بعض قصدك لا حسين لعب في فترات قليله لكن انا بتكلم ما ممكن يكونوا مع بعض بس ما فيش تفاهم مع بعض جوه الملعب ما هو في زي مثلا لعيب ممكن يكون حمدي فتحي وعمرو السوليه جنب بعض ومعاهم ايمن اشرف ممكن في وقت من الاوقات ما يكونوش متفاهمين يعني اللعب في المنتخب واسلوبه وطريقه لعب المدير الفني اللي بيلعب غير ممكن يكون اسلوب اللي في النادي بيختلف لكن النهارده عمر هو كابتن حمد برضو قال نقطه حلوه عجبتني انا ما كنتش واخد بالي لا لا هم المدربين الاجانب بيفكروا كده خلي بالك يحطوا خط يكونوا بيلعبوا يعني مع بعض كلهم بس دي شام كتير جدا جدا مدرب فرنسا مدرب منتخب فرنسا هتلاقيهم دايما بيحطوا الاثنين ديفندرين دول دايما من نادي واحد من نادي واحد انا طبعا يعني كنت لاحظتها بس مش متذكر دلوقتي بس لاحظتها في كذا مره المنتخبات مدربين الاجانب بتوع المنتخبات دايما اللي بيجي يحط الاثنين ديفندر دول مين الاثنين ديفندر بتوع منتخب فرنسا لا ما انا بقول لك انا دلوقتي مش متذكر مش متذكر يعني كانتي ومين مش فاكر مين التاني مش ممكن يكون معاه في بوجبا كان بيلعب بس بوجبا بس ده في مانشستر وده في تشيلسي بس مش مع بعض بس انا بقول لك هي ما تتقالش هم بيفضلوا يحطوهم من هم نادي واحد لا ما فيش حاجه اسمها كده لازم يكونوا بيكملوا بعض مش هم الاثنين ما بيلعبوا في نادي واحد ما ممكن يكون هو انت دلوقتي اسلوب لعب السوليه هو نفس اسلوب لعب حمدي فتحي لا طيب مختلف هم لازم يكونوا واحد 6-6 والتاني متحرك وبيروح لا اي لعيبه في اي خطوط في الملعب لازم تكون مكمله لبعض اللي هقول لك كمثال بالنسبه للكلام ده محمود الونش واحمد ياسين اسلوبهم زي بعض؟ لا محمود الونش اسلوبه زي احمد حجازي؟ لا ده اسلوب ليه طريقه لعب وده ليه طريقه لعب مثلا محمود الونش بيحب ان هو بيخش جامد الحجازي عايز يستلم الكوره عشان يبتدي الهجمه من تحت يعني لعبه ممكن بيكون ده بيكمل ده منطقي ده بيكمل ده يعني ده طبيعي بس احمد ياسين والونش الاثنين قريبين من بعض الاثنين زي بعض لا بس احمد ياسين ممكن يكون يقدر يبتدي يعني عايز يمسك كوره عشان يشتغل ده اللي بيحاول يعمله النهارده ده اللي حاول يعمله النهارده يعني مع احترامي يعني هم النهارده برضو ممكن في البدايه في ال 40 دقيقه الاولانيه او الشوط الاولاني ما كانوش زي الشوط الثالث والرابع يعني ابتدت الامور تبقى احسن شويه انا بتكلم في نقطه ان عمر كمال عبد الواحد النهارده مش نفس المباريات اللي فاتت يعني يعني برضو ممكن مش عارف هل هو يعني كان غير موفق النهارده ما كانش بالشكل المطلوب كان حابب ان هو يلعب في الحته اللي قدام مش عايز يلعب مثلا بكباك هو لعبها باك رايت هو لعبها كتير وساعات بيتفوق فيها فتوحي كان شغال كويس جدا كان لكن كان محتاج مساعده كويسه من الجانب بتاعه يعني الناحيه الثانيه عمر كمال ما كانش عنده المساعده كويسه عشان كده كان اللعب معظم اللعب او الناحيه الهجوميه لمنتخب الاردن من ناحيته ال 40 دقيقه الاولى اليمين بتاعتها معظمها كانت من يعني كان لازم يبقى في ميلان شويه من عمرو السوليه او حمدي ناحيته ومصطفى ينزل شويه مع الراجل اللي بيزيد من تحت فكان في الخطوط كانت بعيده كان في تسرع وبعدين احنا زمان يتقال ايه احنا اتخطفنا مره واحده في الفتره في نص الساعه الاولى الجون اللي جه وبعدين التسديده اللي حصلت والشناوي طلع كورتين يعني انت عارف كان في لخبطه ايوه هو طبعا يعني سبحان الله من عند ربنا ان احنا ربنا وفقنا في التعادل والفرصتين اللي جم قبل التعادل قدرنا ان احنا نطلع من المباراه عارفين احنا هننزل نعمل ايه يعني هي دي بيبقى توفيق من عند ربنا لكن المباراه لما تيجي تتفرج عليها انت ممكن ما تكونش مستمتع بالاداء ايوه لكن في هدف معين انت بيبقى الجهاز اللعيبه بتبقى حاطاه قدام عينيها ان هي عايزه توصل للمرحله اللي بعد عايزين نخلص الماتش ده باي طريقه ننهي المباراه باي طريقه عايزين نكسب المباراه النهارده علشان بفكر دايما البطولات المجمعه وانت عشت الموضوع ده بيبقى كل همك ان انت اول حاجه ازاي تكسب صح وبعد كده بيجي الاداء الاداء ده يعني دايما بيجي مع مكسب في اوقات كتير جدا وفي اوقات برضو كتير ممكن انت تكسب من غير اداء وانت ما تكونش مادي الاداء ممكن ما يكونش اكتر من 50% أي. انت محتاج التوقيت ده خد بالك برضو ان انت بتلعب كل 3 ايام مباراه ما تنساش يعني النقطه دي برضو مهمه جدا اوعى الناس تفتكر ان دي ده بيلعب وبيطلعوا بعد كده يستريح حمل جامد جدا ده الريكفرنج اللي بتعمل ده اهم من المباراه ومن اهم من التمرين يعني ممكن ما تعملش يعني
فانت الحمد لله ان المباراه اللي جايه يوم الاربعاء مش الثلاث الاربعاء دي على فكره الثلاث ايام دول يفرقوا معانا كتير جدا طبعا. جدا في الريكفرنج بتاع اللعيبه ده كلها. انا عاوز احيي طبعا كروش مع ان هو كان ملخبط لنا الدنيا شويه كده الشوط الاول لكن انا اتمنى ان المباراه اللي جايه المباراه اللي جايه اصعب نبتدي صح من الاول. يعني انا انت كنت لسه بتقول للكابتن محمد دلوقتي بتقول له هو عنده اوراق فهو بيدفع بيها في الوقت إن لما يتزني. طب افرض انا لما هتزني ومع الاوراق اللي نزلت دي ما كانتش موفقه ما فيش حاجه ليه ما بداش كويس من الاول. تخيل انت لو دخل فيك في الاول الكام تسديده اللي حصلت دي وكانت دخلت فينا وكنا بقى لنا 3 أو 4 كان الناس اللي هتنزل دي مش هتقدر هتعاني عقبال ما توصل لمرحله ان هي على الاقل تتعادل. فانا دايما ما بحبش المشكله تحصل واحل، لا انا احل الاول. واحنا مصر برضو احنا منتخب مصر يعني لازم انت تنزل انت ليك وانت عندك الرياده او تخلي الاوراق الثانيه دي اللي بره. ما انا مش عاوز احرق الاوراق اللي عندي كلها. يعني انت برضو انت كنت مخلي بره النهارده بره مين؟ محمد شريف ومحمد مجدي قفشه واحمد رفعت. الثلاثه دول اللي هم غيروا لك شكل المباراه بعد ما نزل. صح. فطب يعني خلي اتنين منهم وواحد يبقى يخلي ورقه واحده. مهند لاشين بصراحه مهند لاشين انا بحييه يعني ديفندر على فكره. انت فاكر احنا قلنا لا يقل عن حمدي فتحي. انت فاكر انا قلت المباراه مهند لاشين كان هينتقل السنه دي لنادي الزمالك يعني لولا ان القيد مقفول كان زمانه لاعب في نادي الزمالك. انت فاكر الاستوديو اللي فات انا قلت لك لو هو عايز يلعب بثلاثه يلعب بمهند لاشين معاهم كمان. يعني يلعب بثلاثه يلعب بمهند وحمدي والسوليه مش ايمن اشرف. لا مش ايمن بالظبط. انا قلت لان هو حتته انا بحب دايما اللاعب وخصوصا في مراكز معينه ما فيهاش تاليف يعني ما بس تأليف. انت لو هتلعب ثلاثه هتلعب ثلاثه فلات يعني. لا ده ممكن بس سوليه قدامه عادي جدا. لا 10 يعني لا مش 10 مش 10 صريح يعني هو اللي بقى عنده بدل ما يبقى 60 هو الراجل لو لعبوا الثلاثه في اوقات ممكن لازم حد لعيب كوره يشتغلني على فكره. انا بس عايز اخد وجهه نظر سوليه لعيب كوره بس انا قصدي ان هو يبقى عنده الحته الهجوميه كمان. السوليه لعيب عنده ميزه عشان كده هو الكابتن اشرف مشجعه شويه انه يلعب بثلاثه. بس هي الفرده الثانيه اللي فيها مشكله. سوليه عامل ثرو باص النهارده انا هقول لك ازاي بجون بتاع زيزو ده اللي حطها بدماغه لا سيبك من الشوطه. الثرو باص اللي عمله زيزو ده لو السولية كان السوليه اللاعب الوحيد في مصر اللي بيقدر يلعب 8 بمواصفاتها الصحيحه. صح. اللي هي ايه اللي هي فروم بوكس تو بوكس. طيب ماشي ما ده كان يلعب 8 لكن انا بقى هنا مهند لاشين وحمدي فتحي الاثنين دول زي بعض ما عندهمش هيبقى ستتين ما عندهمش حته السوليه. انا هقول لك لازم يبقى 86 ايوه توقيت توقيت لعب منتخب مصر بالثلاثه فلاد او الثلاثه الديفندرات دول امتى هتلعب؟ لو الفرقه اللي قدامك عندهم وسط الملعب بتاعهم عندهم قدرات بقى عاليه جدا بيقدروا يمسكوا الكوره بيعملوا عمليه السيطره. بس الفريق اللي عايز يكسب يا كابتن اشرف انا بفضل يعني خد بالك ما انت عندك اصل انا بقول لك العب باثنين قدامهم واحد بس انت السوليه اثنين او واحد او واحد وثمانيتين يعني او سته وثمانيتين ما عندكش لا عندك ثمانيه ثانيه والله لا عندك احمد سيد زيزو لا انا مش معاك يعني احمد سيد زيزو والسوليه والبهراء ومحمد فتحي او مهند قفشه كان بيلعب قفشه يلعب 10 ويلعب 8 بس قفشه بيلعب ديفندر. احمد سيد زيزو معلش احمد سيد بيلعب زيزو. بيلعب بدلال 8 لعبه في المكان اللي هو بيديلك فيه اكتر يعني ما تاخدش من امكانياته. انا قصدي ايه انا بس عايز ابني على كلام كابتن محمد وكلام حضرتك ان هو ايه من حضرتك قلت الكلام ده مش عايز العب بثلاثة يعني. لما اكون بلعب بثلاثة العب بواحد اللي هو الثابت اللي في نص اللي هو حمدي فتحي او مهند لاشين مثلا ويبقى عمرو السوليه يقدر يشتغل 8 كويس وواحد تاني ما يبقاش 6 يبقى 8 تمام ممكن زيزو ممكن قفشه يعني كده هو كابتن اشرف باصص للسيد زيزو انه لعيب طرف لعيب طرف يعني لو انت هتلعب بقى بالثلاثة اللي فوق يبقى هو في الجنب اليمين ومثلا واحمد رفعت ناحيه الشمال الاثنين دول طرفين يبقى انت بتلعب 4-3 يبقى حط قفشه في الحته وانا اعتقد ان دي انسب طريقه لازم يقابل بيها ماتش تونس طيب انت دلوقتي انا عايز اطلع فاصل لا استنى بس اما اقول لك ونرجع نقول تونس هنعمل ايه الاطراف الطرفين اللي عندك لما بيكونوا عندهم سرعات وناحيه مهاريه عاليه والكروس باس اللي بيتعمل بشكل كويس لازم احافظ ده لازم دول امسكهم في ايدي دول يبقوا موجودين معايا من اول الماتش وخصوصا لو رفعت وزيزو ما يلعبوا كده ويلعبوا كده وتحتيهم قفشه وقدامهم محمد شريف تمام بس او مروان عشان هو مروان بيلعب هو والاثنين بقى يبقى اثنين كده بقى ديفندرين السوليه يلعب ديفندر وحمدي او لاشين او مهند او مهند طب مفيش متفقين يا كابتن طبعا احنا متفقين كلنا احنا بنختلف في النقط التشكيل اللي هيلعب الماتش الجاي احنا بنختلف اعتقد يعني بس هو ممكن برضه ما يلعبش احمد رفعت كريم احنا بنختلف برضه مش هلاعب لكم احمد ممكن ينزل برضه يبقى يقول لك خليه معايا يا كريم احنا بنختلف في
في توقيت طريقه اللعب دي تبقى ازاي. لو ممكن ساعات يلعب 4-3-3 وهو عايز يملى نص الملعب وعايز يعمل فيه كثافه عدديه وبتاع، فيلعب بالثلاثه دول، دول يقفلوا له المنطقه دي مع الزياده بتاعه السليه. هو عنده قدرات يقدر يعمل دي. وعلى فكره برضو مهند بيقدر يعمل الحته دي، بيقدر يزيد ويرجع تاني. هو عنده الناحيه البدنيه بتاعته كويس. وبيقدر يسدد من بره 18 زي حمدي زي السليه. فانا استفيد بالامكانيات اللي موجوده. طيب هنطلع فاصل وبعد الفاصل هرجع. اطلع ممكن اسمح لي ان اطلع فاصل. لازم اخد السماح من كابتن اشرف. اطلع لا اطلع فاصل. لا خلاص اطلع. لو مش عايز نطلع والاعلانات تتحملها. لا اطلع لا اطلع. هنرجع من الفاصل هنسال كابتن اشرف وكابتن محمد يوسف التشكيل الافضل والانسب لمنتخب مصر في ماتش تونس، وهاخد رايهم كمان في نتائج الماتشات اللي اتلعبت في دور الثمانيه. فوز قطر على الامارات 5 وكانت مفاجاه بصراحه النتيجه الكبيره، وفوز تونس على عمان 2-1، وفوز النهارده الجزائر على المغرب بضربات الترجيح. كل التفاصيل دي بعد الفاصل ان شاء الله. نرجع تاني مع بعض، وخلينا ناخد راي كابتن محمد يوسف وكابتن اشرف قاسم في نتائج الماتشات اللي حصلت. عايز ابدا بقطر والامارات يا كابتن يوسف، والنتيجه كانت كبيره جدا ونتيجه تقيله 4-0 بعد مش عارف نص ساعه و35 دقيقه من الشوط الاول. اتفاجئنا ان قطر تكسب الامارات 5 واهداف سريعه في الشوط الاول. يمكن الشوط الثاني حسيت ان المنتخب القطري يعني ايه هدى الريتم خالص عشان ما يبقاش فيه اهداف اكتر، ولا ايه رايك؟ يعني انت بتتكلم في شوط طالع 4-0 حاجه يعني فعلا نتيجه تقيله. 5 الشوط الاول خلص 5 خمسة. هو ما جاش اهداف في الشوط الثاني. ما جاش اهداف في الشوط الثاني. اخر هدف اللي هو جابه عبد العزيز حاتم ده كان في الدقيقه 44، وبعد كده جاب المعز علي في الدقيقه 45. بالظبط. نتيجه تقيله، نتيجه تقيله جدا على منتخب الامارات. وفي نفس الوقت كمان انا حاسس ان قطر مركزه جدا في البطوله. خلي بالك قطر يعني لعبوا كوبا امريكا. وبيلعبوا دلوقتي تصفيات كاس عالم في قاره اوروبا. فتحس ان هم برضو يعني دخلوا في بطولات وتصفيات بيتطوروا من سنه لسنه. بيتطوروا والبطوله عشان في ملعبهم قطر. فدي برضو عامله نوع من حتى والله من البطولات اللي خارج ملعبهم. يعني هم ابطال اسيا، البطوله اللي كانت في الامارات اللي هي بطوله اسيا الاخيره. مظبوط. برضو يعني بيتطوروا بشكل بقى اقوياء جدا. يعني انا بقول لك هم شغالين بشكل، ومعاهم المدرب ماسكهم بقاله دلوقتي 4 سنين من ايام المنتخب الاولمبي ولا 5 سنين، فهو طالع مع الفرقه دي وحافظ اللعيبه. لكن انا النتيجه تقيله على منتخب الامارات. بالزبط. واعتقد ان دي عامله يعني نوع هتعمل ازمه في الامارات. عندهم مافريك اللي هو المدرب الهولندي. مظبوط الامارات. نتيجه تقيله، لكن بتضع قطر في مصاف طبعا فرقه مرشحه. وفي نفس الوقت كمان مع استغلال الارض، الجمهور بتلعب في بلدها في ملاعبها، فدي هتبقى يعني مباراه متعبه جدا للجزائر. يعني بالزبط. يعني انا اعتقد ان الجزائر هتبقى فرص فوزها في المباراه القادمه مع قطر ما هياش قويه. يعني ايوه كابتن اشرف، توقعت ان قطر تكسب الامارات 5؟ لا يعني بصراحه لا، لكن اداء المنتخب القطري احنا اتفقنا قبل كده ان المنتخب القطري من الفرق المنظمه جدا داخل الملعب. اللعيبه حافظه بعض بشكل يعني كبير جدا. ده اللي احنا بنقوله ان هم كان في يعني موجودين مع بعض بقالهم حوالي 4 أو 5 سنين من المنتخبات الناشئين والمنتخبات الاولمبي، وبيلعبوا مع بعض بقالهم فتره كبيره جدا. المدرب موجود معاهم بقالهم، فحافظين بعض يعني في تفاهم كبير جدا داخل وخارج الملعب. لكن ان هم يخطفوا المباراه في الاول شوط في 45 دقيقه يجيبوا 5 اهداف، انا بعيب عليهم بقى ان الشوط الثاني ما قدروش ان هم يزودوا عدد الاهداف. يعني هي مش مفهومه، ولكن على فكره الامارات ضيعت اكتر من فرصه في اللقاء التاني. ولكن طبعا يعني ماتش كان خلصان. ما لحقتش يعني. مدرب اسباني اسمه فيليكس سانشيز، مدرب اسباني سانشيز. وصغير عنده 45 سنه. 45 سنه هو بقاله من هو كان عنده 39 سنه وموجود معاهم في المنتخب الاولمبي. اسباير دي حاجه قويه جدا في قطر.
هم كانوا دول من ناشئين سباير. يعني يعني في في تناغم بيطلع الجيل ده يعني، وده المشروع اللي هم كان قطر كانوا شغالين عليه من فتره ونجحوا فيه بشكل كبير جدا. قطر من الفرق القويه جدا جدا في البطوله دي، وفي البطولات اي بطوله تخش فيها بيبقى ليها وضعها وكيانها داخل طيب المنطقه. كابتن اشرف، يعني قطر طبعا تستحق الفوز على الامارات، هارد لك الامارات، لكن النتيجه اكيد هتعمل مشكله للمدرب الهولندي مارفيك اللي هو مدرب من الممكن المنتخب الاماراتي. طيب تونس وفوزها على عمان 2-1، احنا كلنا كنا بنقول، انا كنت شايف ان فرقه عمان فرقه كويسه جدا، يعني فرقه برضو كويسه وعندها طموحات كبيره جدا، وخصوصا في البطولات المجمعه بتادي بشكل كويس. طبعا الاهداف اللي جت في المباراه، يعني سيف الجزيري جاب هدف ويوسف المساكني. سيف الجزيري هداف البطوله حتى الان، اربع اهداف، عنده اربع اهداف ورا بدر بنون. بدر بنون ثلاثه خرج خلاص خرج. طبعا تونس عندها فرصه كبيره يعني ان هي تقول، بس للاسف هي جت قدام مصر، منتخب مصر. فطبعا احنا كلنا بنتمنى ان شاء الله ان منتخب مصر هو اللي يفوز، لكن تونس تستحق ان هي تكون موجوده بعد الاداء بتاعها في المباراه. كابتن يوسف، تونس وعمان وفوز تونس 2-1، فوز منطقي يعني. تونس قوه زي مصر زي الجزائر زي المغرب، الاربع فرق دول انا بحطهم شمال الافريقي، يبقى برضو مميز عن هي الفرقه العربيه الاسيويه يعني. أي. الخبرات، احتكاك في اوروبا، عدد المحترفين في اوروبا، كل ده بيلقي باهتمام وبارتفاع وبخبرات اعلى بكتير. وطبعا تونس هتبقى مباراه بالنسبه لنا صعبه، مباراه صعبه، خصوصا ان احنا تاريخنا مع تونس ليهم تفوق يعني. طيب. ليهم تفوق علينا في عدد مرات الفوز وفي اللقاءات. قبل ما نتكلم عن مصر وتونس والتشكيل انتوا بتفضلوه او المناسب المباراه القادمه، برضه رايكم في فوز الجزائر على المغرب النهارده رغم ان الفوز جه بضربات الترجيح. بص احنا بس كان دايما الجزائر بتتقدم والمغرب بتتعادل. احنا توقعنا وكلنا قلنا المغرب ليها فرص اكتر نتيجه اللقاءات اللي عملتها، مبارياتها، كسبت كل مباراه، اقوى خط هجوم، ما دخلش في بتاعها ولا هدف. بس النهارده فعلا مباراه جامده، انا شايفه احلى مباراه يعني في البطوله طبعا في البطوله. يعني مباراه فعلا هايله جدا. فرقتين جامدين. الجزائر بيبدا ياسين ابراهيم بيجيب هدف على طول، وراه على طول الجزائر بتتعادل، راح جاي يوسف بليلي جايب هدف، راح بدر بنون المغرب اتعادل. فالمباراه كانت رايحه جايه حتى لغايه ضربات الجزاء، طبعا حسمتها الجزائر لصالحها. لكن انا بحيي فريق المغرب، وفعلا عمل بطوله مستوى عالي جدا. و يعني بصراحه المغرب عندها منتخبين، اعتقد ان المنتخب اللي هو A والمنتخب B اللي هو ده كسب ده حتى منتخب محترفين بس في الدول العربيه، بس كسب بطوله الامم المحليين. عموته لسه كسب حسين عموته، فبحييهم. المنتخب اسف الاتحاد المغربي بصراحه اشتغل بقاله سنتين، بيشتغل بشكل علمي صح، وعامل منتخبين وبيشترك في البطولات الامم المحليه، فبالتالي عمل كيان قوي جدا للمنتخب المغربي. امام الجزائر طبعا الجزائر قوه في افريقيا، وهتبقى مباراه قويه جدا الجزائر وقطر. ده برضه المنتخب الثاني الجزائري على فكره، لكن النهارده عجبني رتم المباراه للدقيقه 120، حاجه يعني فعلا. حتى الجزائر لسه لعبة معانا مباراه برضه قويه، وتعادل وصعودنا احنا او تصدرنا بفارق الانذارات، لكن النهارده ما تاثروش يعني. النهارده شغالين مكان ما شاء الله، اداء وسرعه وارتداد دفاعي وهجومي، يعني رتم المباراه النهارده احلى حاجه وسريع. كابتن اشرف، ليك تعليق على برضه فوز الجزائر على المغرب؟ طبعا هو انا شايف ان الجزائر من الفرق القويه جدا يعني، برضه مش هغير رايي يعني. لكن المغرب احنا لما كنا بنتكلم كانت بتتعامل مع المباريات بشكل كويس جدا، كانت ارقامها طبعا بتقول ان هي رايحه ان هي ممكن تكون تكمل تتسيد يعني. ولكن كره القدم ما بتعترفش بالكلام ده خالص. اداء النهارده للفرقتين، فرقتين اقوياء جدا طبعا، بالرغم ان في يعني غيابات كتير في الفرقتين، ولكن فرقه الجزائر تحس ان فرقه من الفرق القوية، ليها وضعها داخل الملعب. لما تيجي بقى تتكلم بقى المباراتين اللي جايين، مباريات
العامل البدني هو رقم واحد فيهم. مصر وتونس والجزائر وقطر. وقطر. الحاجة اللي ممكن تريح الفرقة التانية إذا كان قطر أو تونس إن هم هيكونوا مريحين قبلينا بيوم. يعني قبل الفرقتين دول بيوم. تونس واخدة يوم زيادة يعني؟ أو قطر. ونفس الوضع. هم لاعبين إمبارح. لاعبين إمبارح. إحنا لاعبين النهاردة. على فكرة الناس يقول لك يعني هي ال 24 ساعة ترقى تفرق. بتفرق. ليه بقى؟ لأن الفرقتين النهاردة مصر عملت جهد كبير جدا. والجزائر عملت جهد كبير جدا. خمس مباراة. لا خمس مباراة يعني مش في الأول. خد بالك الجهد مش بدني بس، هو جهد طبعا عصبي ونفسي، وإن أنت بتحاول إن أنت توصل لمرحلة معينة. الموضوع ده بيبقى ليه تأثير كبير جدا بدنيا يعني. طيب عايز بقى منكم تشكيلة الأنسب لمنتخب مصر في ماتش تونس. الأفضل اللي هي إن شاء الله تخلينا نبدأ الماتش كويس ونفنش الماتش كويس ونعمل نتيجة إيجابية أمام المنتخب. طب احنا كل مرة بنقول التشكيل وبعدين الدنيا بتتلخبط. احنا بنقول اللي علينا. طب أنا هقول التشكيل بس لازم يتلعب بيه لو سمحت. ماشي. بعد إذنك. نكلم مستر كروس. بص هو الشناوي. ماشي. فتوح الونش حجازي. ماشي. أكرم. ماشي. حجازي يلحق الماتش ولا لسه؟ يعني لو ما لحقش هيبقى ياسين. ياسين. مهند السلية برضه مهند هيلعب مهند لو. حمدي فتحي برضه متعور. لو حمدي ما لعبش. أحمد رفعت. تمام. قفشة زيزو وقدامه محمد شريف. محمد شريف أرجو إن احنا نبتدي كده والمجموعة. ما تعتقدش إن هو هيتنازل عن مروان حمدي؟ لا ما هو بنحاول. لا أنا كل الماتشات أساسي يعني أنا أتمنى. جاب جون بقى النهارده. النهارده جاب جون. جاب جون فهيجي يقعدوا. طب ما هو شريف عامل جون أسيست 10 على 10 ورفعت جايب جون وعامل أسيست 10 على 10. هي الفكرة إن احنا اللي احنا كنا بنتكلم فيه في بداية الحلقة إن احنا يبقى عندنا أوراق. طيب ما لو أنت عندك ثقة في اللعيبة دي خلي اللعيبة دي بثقتك فيهم فدول يبقى هم الأوراق الرابحة لما تحب إن أنت تدفع بيهم. أنا عاوز إن أنا ما أسيبش المباراة تروح مني شوية وبعدين أحاول أجيب. ممكن ما تعرفش ترجع مع تونس. علشان يعني لو راحت منك ممكن مع الاردن تقدر ترجع. لا انت عارف ليه؟ ما تقدر. عشان انا ممكن اكون عندي اجهاد بدني كمان فانا عاوز الحق نفسي في الاول. صح. وبعدين ابتدي احل بعد كده. كابتن يوسف انا متفق التشكيل برضو هو الشناوي اكرم هيرجع مكان عمر كمال عبد الواحد وياسين عشان حجازي نفس التشكيل والونش وفتوح حمدي فتحي والسلية لو حمدي ما لحقش يبقى مهند عنده الخلفيه مهند لسه مهند لاشين وطبعا الترتيب بتاع الثلاثه اللي تحت راس حربه بس زيزو يجي يمين وقفشه ورفعت شمال مروان محمد شريف يعني اللي هيبدا فيهم الثاني هيلعب خلي بالك يعني هينزل بعدين بس انا احساسي ان هو هيدي مروان لان هو كان بيدي مروان وهو ما كانش بيحرز اهداف يعني فلما جاب هدف في المباراه يعني 3-1 جايب الهدف اللي رجعنا للمباراه بعد قبل الخروج بين الشوطين اعتقد انه هيديله تاني وهيخلي محمد شريف بديل زي ما عمل النهارده يعني. طب ما هو احمد رفعت جاب جون في السودان وعامل ماتش على وقعدوا بره ما لعبوش الماتش اللي بعديه خالص وبعديه ما لعبوش خالص المباراه يعني مش عارف يعني بس انا اعتقد احمد رفعت بصراحه هو نجم المباراه النهارده يعني احمد رفعت لو انت هتختار نجم المباراه النهارده للمنتخب السولية عامل ماتش كويس بس احمد رفعت عمل لك جول وجاب جول جدا في فتره قصيره يعني 30 دقيقه هو نزل 91 120 30 دقيقه على فكره هم الناس اللي لعبوا نزلوا الشوط قلبوا المباراه هم ساعدوا بعض في ان خلوا الفرقه راحت في منطقه ثانيه فعلشان كده هم ليه ما ابتديش بيهم يعني المجموعه دي اللي هي عملت التغيير في شكل واداء الفرقه بس انا اعتقد هيدي مروان حمدي برضو يعني ايا كان بقى إنه عنده بص احنا بنقول من وجهه نظرنا مروان حمدي يعني. بص يا كابتن احنا بنقول من وجهه نظرنا هو ليه قرار اول والاخير احنا كلنا نتمناه ان احنا عايزين نشوف المباراه تطلع في صالحنا نكسب المباراه ونأدي بشكل كويس يعني مش عايزين نروح ان احنا ال 40 دقيقه اللي اتلعبت النهارده كانت صعبه جدا انت لو دخل فيك فرصه ولا فرصتين من اللي راح واللي الشناوي تألق فيهم كانت هتبقى المشكله صعبه جدا عليك قطر والجزائر مباراة قوية جدا بص يعني انا اقول قطر انا قطر. انا قطر عشان الملعب والارض والجمهور بس قطر بيلعب بالفريق الاساسي اللي هو اللي بيلعب كل البطولات الأطلس. يعني كل حاجة حواليه ممكن توصل مباراة تبقى قوية جدا بس يعني صعب انت عايز يعني لا انا براحتك انت عايز هو كابتن اشرف بيقول قطر انا اتوقع برضو قطر. هيبقى ليها قطر متمسكه بشكل كبير جدا وعندها ثبات في المستوى وانها تكسب الامارات 5 عامله لها دفعه معنويه يعني اعتقد هتبقى في صالح قطر برضو مصر وتونس بقى يعني شايفين
التوقع ايه؟ احنا طبعا كلنا نتمنى مصر. انا ده اللي انا اقصده بقى ايه؟ ان احنا لما بنيجي نقول على الطريقه او شكل الاداء او اللعيبه اللي تبقى موجوده، شكل الفرقه اللي تلعب اللي نبتدي بيها، بنقول من وجهه نظرنا من خلال الاربع مباريات اللي فاتوا. ايوه. فبرضه دي احنا من بعيد، هو اللي بيقول، هو اللي حاسس، هو اللي عارف امكانيات لعيبته وبيقدر يدفع بيهم امتى او بيبتدي بمين من اللعيبه، لكن انا من وجهه نظري اللعيبه اللي انا قلتها دي هي اصلح الانسب والاصلح في المباراه زي دي، وخصوصا ان انت لازم تستغل تفوقك في الفتره اللي هي عدد المباريات على 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 تونس. انت عامل مباريات احسن من منتخب تونس، يعني لما تيجي تقيم منتخب مصر في الاربع مباريات لا هتلاقيه اعلى من منتخب تونس في الاربع مباريات. طيب يعني هخرج بره بطوله كاس العرب، الاهلي بيستعد، بس التاريخ في مصلحه تونس. لا انا بتكلم على الاربع مباريات دلوقتي اللي هم يعني لعبناهم دلوقتي، يعني لقاءاتنا مع تونس. طب ممكن هيعرضونا تاريخ لقاءات مصر وتونس؟ لعبنا 40 مواجهه، مصر كسبت 13، تونس كسبت 16، تعادلنا 11 مباراة. احنا جبنا 38 هدف في تونس وهم جابوا فينا 44 هدف. اكتر نتيجة اتكررت في ماتشاتنا مع تونس 1-0، وده في 12 مباراة. تاني اكتر حاجة او اكتر نتيجة مكررة التعادل السلبي في 6 ماتشات. طيب ناقص لي دقيقة بالظبط يا كابتن يوسف، وهروح بيك للاهلي. الاهلي عنده يوم 22 مع الرجاء المغربي في السوبر افريقي في قطر. لعيبة الاهلي بتلعب، في ناس مصابه وفي ناس الحمد لله ما فيش اصابات. شايف لعيبه الاهلي ممكن تبقى مجهده في ماتش السوبر الافريقي، ولا الماتشات دي تفيدهم وفي نفس الاجواء في قطر؟ انا وجهه نظري قرار على طول يسافر لهم الكابتن سامي قمصان يوم 18، يوم النهائي. ما هم مسافرين، الاهلي مسافر 17، الاهلي كله مسافر 17، يعني تحدد ميعاد السفر. خلاص يبقى طالما مسافر قبل النهائي خلاص، فانت مسافر. هيقعد 5 ايام قبل الماتش. انا وجهه نظري ان لا قدر الله في حاله خروج مصر، لا قدر الله كده كده مصر مكمله للاخر عشان هتلعب، لا قدر الله لا قدر الله خسرنا هيلعب ثالث ورابع بره، هتلعب ثالث ورابع لا قدر الله، يبقى انت كده قاعد هناك، قاعد الفتره كلها خلاص. هتعمل ريكفري وتلعب هناك، مش هتاثر. 18 22 4 ايام وتكمل. اكرم توفيق، الشناوي، ايمن اشرف، ايمن مش حلح، قفشه، ايمن مش حلح، محمد شريف، كله بالظبط. لا حمدي فتحي حصلت معانا قبل كده في جنوب افريقيا، كنا بنلعب بطوله افريقيا، وكان مع كابتن حسن مصر وجنوب افريقيا 1-0 لو تفتكر. ومستر مانويل صفرني وفضلنا ما رجعناش اللعيبه، قعدت بيهم 5 ايام هناك تدريب. والاهلي رجع جه الاهلي لان قلنا لو رجعوا وبعدين رجعنا سافرنا تاني. اجهاد عليهم 8 ساعات سفر. فقعدنا بالظبط 4 ايام، والخامس كانت الفرقه جت وتدربنا. فانا اعتقد يعني بالعكس ده، الحمد لله ان المباراه في قطر، يعني المباراه السوبر في قطر والدوره او كاس العرب في قطر، فماشيه. عايز تقول حاجه في الموضوع ده قبل ما نختم عشان خلاص وقتنا خلص؟ لا يا ربنا يوفق طبعا منتخب مصر في المباراه اللي جايه ان شاء الله، وباذن الله نتقابل يوم الاربعاء. يوم الاربعاء ان شاء الله، نبارك لبعض بعد الماتش، نبارك لبعض باذن الله. الله ان شاء الله. اشكرك كابتن محمد. شكرا كابتن، نورت واستمتعت معاك جدا كابتن اشرف. الله يخليك. اشكرك، مبروك لمنتخب مصر طبعا، فوز غالي يعني. وعقبال ماتش تونس ان شاء الله يوم الاربعاء، ان شاء الله هيكون كابتن محمد يوسف وكابتن اشرف قاسم موجودين، وان شاء الله نجيب تورته كده احتفال مصر يعني توصل النهائي ان شاء الله. الله يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله. بشكر كل طاقم العمل، وبشكر طبعا كابتن اشرف وكابتن محمد يوسف، ونتقابل على خير بكره ان شاء الله في حلقه جديده.